السلام عليكم طلاب ثالثة ثانوية، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله معدنا مع سيشن جديدة من سيشن ريفيجن، هناخد فيها كل حاجة خاصة بالسكيلز. هنراجع النهاردة على السكيلز كلها إن شاء الله، السكيلز اللي درسناها قبل كده طول مدار السنة، سواء في أول خمس حصص اللي بدأنا بيهم السنة أو الزيادات الموجودة في كتاب المعاصر. السكيلز عندنا متقسم لثري ايتمز زي ما انتم شايفين. ايتم نمبر 1 هندرسه، ايتم نمبر 1 اسمه بارتس اوف سبيتش، أجزاء الكلام. نمبر 2 البانكتويشن، ونمبر 3 الرايتنج، سواء بقى الباراجراف والاساي والايميل وكل اجزاء. هندرس النهارده ان شاء الله كل شيء، سواء الموجود معانا في منهجنا او الزيادات حتى الموجوده في كتاب المعاصر. وهنشتغل من فين؟ هنشتغل من كتاب جينيوس اللي بدانا منه السنه، زائد هنروح للمعاصر برضه هناخد منه بعض الاجزاء، بحيث انك تكون مغطي كل شيء يا مستر بشكل سريع ان شاء الله، وفي نفس الوقت لامم كل الايدياز الموجوده. يلا هنبدا معاك على طول علشان وقت حضرتك اكيد ضيق. هنبدا ببارتس اوف سبيتش من كتاب جينيوس، درسناهم مع بعض لو تفتكر الكتاب دوت في اول السنه. درسنا منه البارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام، هما مين؟ نمبر 1 كان الناون، نمبر 2 البروناون، 3 فيربس، 4 ادجكتيف، 5 ادفيرب، 6 بروبوزيشن، 7 كونجنكشن، و8 انترجكشن. هناخدهم كده بشكل سريع واحد واحد. نمبر 1 هو النونز. النونز بتقسم لقدامك لكذا حاجه، تعال نشوفهم. نمبر 1 الكومن ناون، كومن ناون الاسماء العامه يا مستر، اسماء العامه اللي تقدر تشوفها حواليك زي تيبل والبوك والويندو وفريندز، كل الاسماء العامه غير المحدده. نمبر 2 البروبر ناون، اسم شخص بعينه، ادم وملك والشرقيه والاشياء والمسميات اللي فيش منها غير حاجه واحده، كايرو والشرقيه واحمد والناس دي. طبعا هتقولي في احمد كتير، المقصود ان ده اسمه، اسم العلم بتاعه، انت درست اسماء العلم في العربي. نمبر 3 الابستراكت ناونز، الاسماء المجرده اللي ما تقدرش تلمسها بايدك ولا تدركها بحواسك لكن تشعر بيها، زي فريدم ولاف وكارج وبيس. طبعا كلهم بياخدوا سنجلر ناون، فهقول وراهم از، وكلهم مش بياخدوا ذا، انت بتقول فريدم از، لكن لو خصصتها واستخدمت معاها كلمه اوف هتضطر تجيب ذا، زي ذا فريدم اوف سبيتش مثلا، أو freedom أو the freedom of speaking، حرية التحدث أو الكلام. النوع الرابع هو concrete nouns، عكس اللي فوقيها بالظبط. concrete أسماء مادية محسوسة تقدر تلمسها، زي الهاوس والديسك والبلين والبوتيتو. number 5 singular noun، والopposite بتاعها طبعا البلولر. المقصود بسنجلر هنا الحاجات الكاونتبل تقدر تجمعها وتعدها، زي boy وبوك ومان، تقدر تجمع أو يتعد. ملاحظ ان الاسماء ممكن تتكرر، يعني نفس الاسم ممكن يبقى في كذا خانه، الفكره في طريقه التقسيمه نفسها. والانكاونتبل ناونز ده نمبر 6، الاسماء اللي ما تعرفش تعدها يا مستر، ما فيش منها اجزاء، زي بريد وماني وميلك، ما عندكش انت بتقول، ما ينفعش تقول ميلكس ولا مانز ولا فودز مثلا. فكلهم طبعا بياخدوا از لو تفتكروا، درسناهم في الجرامر بشكل مفصل. الكومباوند ناون ودرسته في المنهج كله لو تفتكر، الجزء اللي كان فيه هايفن، سواء كلمة مفصولة بينهم هايفن أو كلمة مدمجة زي تكستبوك وسكول جيل وسيستر ان لو. وأخيرا نمبر 8 الكولكتيف ناونز، الأسماء الجماعية اللي هي كلمة واحدة بتعبر عن جروب، زي فاميلي وجروب وتيم وأودينس المكتوبين قدامك، ودول هتاخدوا إز ولا آر لو تفتكر. برافو عليك، بياخدوا إز وآر، ينفع وراهم سنجلر ناون أو سنجلر فيرب أو بلولر فيرب، على أساس أنا بتعامل معاهم كوان يونت ولا كأفراد. بعد كده لما خلصت الناون ممكن اعبر عن الناون بشيء مكانه. ايه اللي الشيء اللي يعبر عن الناون؟ ممكن اشيل الناون واحط مكانه مين؟ احط مكانه البروناون. يعني البروناون something that can replace a noun، زي ما انت شايف take the place of a noun. مقسمينه برضو لسبجكت بروناون، لو انت اللي بتعمل الاكشن I ate chocolate، انت اللي عملت. والobject pronoun لو انت اللي حصل فيك الاكشن، I saw him، him هنا هو اللي اتشاف عشان كده قلنا him. بصصب adjective اللي بتحتاج وراهم noun، كل دول بيجوا وراهم noun يا مستر، my book وهير dress. البصصب pronouns، absolute possessive pronouns ديت ما بيجيش وراهم noun نهائي، ما فيش noun هنا نهائي يا مستر. انت بتقول this car is mine، وبتقول this is my car، يعني my احتاجت noun وراها، لكن mine ما فيش noun وراها خالص يا مستر. واخيرا الريفلكسيف بروناون، لو انت السبجكت والاوبجكت في نفس الوقت، يعني I saw myself، انت اللي شفت نفسك يا مستر. طيب بعد كده لما رحنا عند انواع البروناون برضو، اخذنا الريلاتيف بروناونز، وده درس درسناه بالتفصيل، اللي هو ريلاتيف كلوز، هو ويتش وير وين. اخذنا الديمونستريتيف بروناونز اللي هي بتسميها انت اسماء الاشاره، this with that with this with those، القريب والبعيد. أخذنا الـ interrogative pronouns لما تيجي تستفهم، تبدأ بالـ question who which where when. وكان في الـ indefinite pronoun
الكلمات اللي ما تدلش على شخص all وanother وanybody وsomebody اللي انت شايفه. كان في reciprocal او reciprocal هو الضمائر المتبادله each one one another each other one another's reciprocal pronouns. بعد كده هنروح على الverbs. الverbs هو الاكشنز اللي انت بتعملها، الحاجه اللي انت بتعملها مثل دوت نمبر 3 بعد الناون والبروناون. الفيربس متقسمه لعندك كام حاجه؟ متقسمه لاكثر من شيء. نمبر 1 الاكشن فيربس، الحاجات اللي بيحصل فيها حركه، ران ودانس وسلايد اللي بتحصل فيها حركه يعني. وترانزيتيف فيربس الافعال المتعديه، الافعال المتعديه يعني بتحتاج لاوبجكت. ترانزيتيف وان ترانزيتيف لو تفتكر درسنا نفس الجزء دوت في الباسيف، لما قلنا الانترانزيتيف ما بتحتاجش اوبجكت فبالتالي ما بتحطش في الباسيف مستر. عندك نوعين، لا اما تبقى ترانزيتيف افعال متعديه بتحتاج الاوبجكت، جون هيت هيم ضربه وادي الاوبجكت اهو، وهي كيك ذا بول ذا الاوبجكت، وعكسها الانترانزيتيف الافعال اللي ما بتحتاجش اوبجكت، اي سليبت هي ارايفد اي اولويز كف، مش محتاجين اوبجكت فبالتالي ما بيجيش معاها الباسيف مستر. والاكزيلري فيربس لو تفتكر الاكزيلري هو فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف باشكالهم كلهم يا استاذ، بيسموهم احيانا الهيلبنج فيربس كمان. طيب عندك المودل فيربس وده درسته بالتفصيل، والود وكان وكود وشال وشود، وتقدر تراجع عليهم في الجرامر. الستيتيف فيربس لو بصيت على الستيتيف فيربس هتكتشف انها الاوبوزيت بتاع كلمه اكشن فيربس، يعني نمبر 1 الاوبوزيت بتاعها عندك نمبر 6 ستيتيف فيرب، قلنا الافعال بتعبر عن حاله، اي فيرب متعلق بقلبك او عقلك او حواسك ما بيحصلش فيهم حركه، وكلهم طبعا ما ينفعش يجي في الكونتينيوس تنسس. الكونتينيوس تنسس يعني ما ينفعش تحطهم مع بي واين جي، ما يجوش في المكان دوت يا مستر، ما تحط لهمش اين جي وقبلهم فيرب تو بي، ما ينفعش. وبعد كده الفريزل فيربس وانت درستها بالتفصيل برضه في منهجك، اي فيرب ورا بروبوزيشن زي لوك اب وتيك كير والاكشنز دي كلها. بعد كده رحنا عند الادجكتيف وقلنا الادجكتيف ديسكرايبس ا ناون اللي بتوصف ناون بتوصف انسان. الادجكتيف ديت بتيجي بعد مين؟ بتيجي مع شويه فيربس كده، بعد شويه فيربس لو تفتكر، على راسهم فيرب تو بي اللي قدامك اهو، فيرب تو بي وسميل وتيست وفيل ولوك وسيم كلهم بيجوا وراهم ادجكتيف. انت بتقول هي سميلز ديليشس او سميلز لافلي، هي تيستس ديليشس، ما بتقولش ديليشسلي، واي ام هابي ما بتقولش اي ام هابيلي. وكذلك برضو مع بعض الverbs fall و get و go و grow و get he fall asleep. second page عندك بيستملك الadjective لنوعين لو تفتكر، فاكر the reason وفاكر the result. قلنا الing هو reason انت اللي بتعمل الaction the film is boring، والed هو result انت اللي حصل فيك الaction I am bored I am bored because I was watching a boring film. بعد كده رحنا على جزء انت بتخاف منه ولغايه دلوقتي خايف تحفظه، فاكر الادجكتيف اوردر ترتيب الصفات، احفظهم ما ينفعش تجيب حاجه قبل حاجه يا مستر. نمبر 1 اوبينيون، 2 سايز، 3 ايج، 4 شيب، 5 كالر، 6 اوريجين، 7 ماتيريال، 8 يوزد فور. يعني ممكن اقول I have a nice big new ممكن اقول long او oval مثلا red american silver shopping bag. لو عكست اي كلمه مع اللي قبلها الجمله باظت، فاحفظهم بالترتيب. طبعا انت عمال دلوقتي تفكر اجيب اول حرف من كل كلمه، ارجوك احفظها كويس عشان انت هتنسى الاس اللي انت جبتها ديت، الاس بتاعت سايز ولا الاس بتاعت شيب. طيب وانت معدي برضو خلي بالك ان في حاجه اسمها ديترمينرز ممكن استخدمها معاهم اللي هي الموجوده قدامك، الارتكلز او ان درستها بالتفصيل، البوسيسيف صيغه بتاعت الملكيه هوز وماي، وكذلك الديمونستريتيف والنمبرز والاوردر والكوانتيفايرز ممكن اعتبرها ادجكتيف، بعض الناس بتعتبرها ادجكتيف. كذلك لما رحت انت عند الادفيرب، الادفيرب كان مختلف شويه لان الادفيرب بيوصف كذا حاجه درسناه في الجرامر وعرفنا انه بيوصف مين، ممكن يوصف فيرب، ممكن يوصف ادجكتيف، ممكن يوصف ادفيرب زيه، ممكن يوصف سنتنس كاملة مستر، ومديك مثال تحت على كل واحد اهو، ومديك مثال على كل واحد درس ايه. طبعا احنا شرحينه بالتفصيل في الجرامر هناك ممكن تشوفه من هناك. عشان تحول الادفيرب كنت بتستخدم ال واي يا مستر، وكذلك قدامك بعض الادجكتيف مش اخرها ال واي زي اللي قدامك دول هير وذير وذن والباقي. واحيانا ما تتلخبطش عشان ممكن كلمه زي فريندلي، فريندلي يا مستر ديت مالها اخرها ال واي بس هي ادجكتيف والادفيرب منها ان فريندلي واي او ان فريندلي مانر، وبرضه بكرر ان الكلام ده موجود عندك في الجرامر بالتفصيل روح شوفه من هناك افضل.
بعد كده مقسم لك الادفيربس الانواع adverbs of manners مش محتاج تحفظهم بس اعرف كل واحده تبع ايه adverbs of manners الطريقه اللي بتعمل بيها slowly و quickly adverbs of place here و there و nowhere adverbs of time yesterday و usually و actions ديت و always و recently وبعد كده duration shortly و briefly frequency بتوع present simple always sometimes usually و degree almost و quite و nearly وجهات النظر personally kindly wisely والorder firstly وsecondly وthirdly وملاحظ ان كل ممكن بعض الكلمات تتكرر في اكتر من خانه مش لازم تبقى في خانه واحده بس بعد كده رحت على البروبوزيشن حروف الجر حروف الجر انت عارفها in و by و here و there والpropositions اللي موجوده عندك ديت يا مستر وat و behind محتاجين noun وراهم في معظم الاحيان محتاجين noun وراهم يعني وبيقول لك دايما طبعا مع الphrasal verbs بعد كده عند الconjunction درستها بشكل كامل موجود عندك في آخر جزء عندك في شيتك شيت الجرامر بالتفصيل يا مستر although but however while whereas whilst اللي خدتها انت في unit 1 لو تفتكر واخيرا الinterjection اي كلمة بتعبر عن التعجب زي oh my god oh hi wow watch out دي بنسميها interjection يا مستر الاصوات يعني مش الاشياء ده كان ملخص سريع على البارت اوف سبيتش اخذناها من كتاب جينيس اللي بدانا منه السنه بعد كده هنروح جاري دلوقتي على سكند ايتم اللي هو البانكتويشن كده لو طلعنا فوق كده على البدايه خلنا البارت اوف سبيتش اجزاء الكلام خلصت معانا خدناها من كتاب جينيس وبعد كده هنروح على نمبر 2 يا مستر الجزء بتاع البانكتويشن الجزء بتاع البانكتويشن هناخده من كتاب المعاصر ان شاء الله عشان في زيادات هناك مهمة جدا لازم ندرسها مع بعض يلا تفضل حضر نفسك لو عايز ترجع للبارت سبيتش وتشوف حلك انك ممكن تروح لو عايز تكمل تعال كمل معي على طول هبدأ معاك يلا من اول punctuation من هنا من كتاب المعاصر final revision من المعاصر final revision لو معاك الكتاب عايز تفتحه معايا روح افتحه وابدأ حل معايا يلا لو عايز تبص معايا وتكمل على طول موجود وبرده في نفس الوقت زي ما قلت لك على وان درايف المنصه اللي بعتها لك ابعت لك الشيت دوت فاضي وهبعت لك الشيت دوت بعد ما حليته بحيث انك لو عايز تشوف الحل على طول لو عايز تتفرج على الفيديو بتأني براحتك انت ادرى الناس بوقتك دلوقتي نبدا مع بعض البانكتويشن اول حاجه في البانكتويشن هو الكابيتاليزيشن الحروف الكبيره ايه اللي بيبتدي كابيتال تعال نبدا على طول اول حاجه بتبتدي كابيتال هو اي اللي معناها انا اي معناها انا اي لايك I go عشان مش اي اي وخلاص زي الاستاذ اللي كان كتب لي ايس كريم كابيتال ولما سالته قال لي مش الاي كابيتال حضرتك اي اللي معناها انا مش اي ايس كريم وخلاص يا مستر طيب بعد كده بدايه الكلام بحرف كابيتال على طول بدايه الجمله العاديه وبرده بدايه الكويشنز ببدا الكويشن بكابيتال وبعد كده اول حرف في السنتنس في الاوردر يعني في الستيتمنت العادي وفي الكويشن وفي الاوردر على طول كابيتال بعد كده اول حرف بعد الكويشن مارك او الفولو ستوب او الاكسكليميشن مارك بعد النقطه او علامه الاستفهام او علامه التعجب على طول بلاقي كابيتال كل الكلام ده يبقى كابيتال يا مستر اول لاين في البويتري لما اجي اكتب بوم اول لاين حتى لو مش بدايه جمله كامله مش فارقه معايا بس ابدا اول لاين كابيتال بعد كده اسماء الناس البروبر ناونز ايا كان مكانها في الكلام في الاول او في النص او في الاخر اسماء الاشخاص على طول كابيتال بعد كده نمبر 9 عندك اللقب بتاعه لقب بتاعه لقب بتاعه كينج ودكتور ومستر على طول كابيتال مستر طيب بعد كده ممكن بيقول لك بستغنى عن الاسم باللقب بس ساعتها اللقب يبقى لحد انا عارفه اسماء البحار والمحيطات والانهار سواء جت في اي مكان في السنتنس اتلانتيك اوشن والليك فيكتوريا وريد سي وريفر نايل ويوروب وفرانس اسماء الاعلام والمؤسسات سواء كانت شخص او شركه زي بلانت ايلاند جزيرة النباتات موجودة في أسوان هناك كايرو تاور ده اسم مكان وواضح وعلم يعتبر يعني بعد كده الجنسيات الناشوناليتيز أيا كان مكانها الجابانيز والإيجيبشن والباقي بيقول لك أول حرف من الأسماء والصفات الدالة على الديانات الديانة نفسها مسلم وكريشنز وجوز أو جوز اللي هو اليهوديين بعد كده أسماء اللغات اللانجوجز كلها إنجلش وأرابيك والباقي اسماء اول حرف من الكلمات الهامه في عناوين الكتب والمقالات والافلام والروايات كينج لير الروايه انت درستها السنه اللي فاتت وجاني تو ذا سنتر اوف ذا ايرث كنا بندرسها لثالثه اعدادي زمان هاو تو يوز كابيتال ليترز ذا تايتل والعناوين الكابيتال فيها بيبقى في البدايات اول حرف كابيتال دايما بس بتبقى عنوان بس بيقول لك هنا لاحظ في الامثله السابقه حروف الجر وادوات التعريف والتنكير اللي هي او ان وذا مش كلمات مهمة علشان كده ما بنبدأش بحرف كابيتال عشان كده كلمة تو قدامك ما رضيتش اخليها كابيتال بعد كده ايام الاسبوع كلها والاختصارات بتاعتها ايا كان مكانها في الجملة زي فرايداي والباقي اسماء شهور السنة والاختصارات بتاعتها
مهما كان مكانها، شهور السنة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، وحتى لو اختصرناها. مديك هنا فرق، سواء الامريكان او البريتش، البريتش بيبداوا باليوم الاول بعد كده الشهر، اما الامريكان بيبداوا بالشهر وبعد كده اليوم. اول حرف من القارات والدول والعواصم والاماكن كلها زي لندن وبريتن ويوروب ودبي. بعد كده اول حرف من كلمات الدالة على الفتره والاحداث التاريخيه زي الايس، الايس ايج، العصر اللي هو عصر الجليد. نمبر 19 الاسماء المقدسه او الكتب، اسماء الكتب المقدسه زي هولي كوران وبايبل، وكلمه هولي بوك اصلا كتاب مقدس. اسماء الاعياد على طول بتبقى كابيتال، عيد الفطر وعيد الاضحى وشم النسيم والكريسماس. اختصارات الدول والمؤسسات في ايا كان مكانها في الكلام، ARE Arab Republic of Egypt، UN United Nation، USA United States of America. اسماء الماركات الشهيره، الماركات اللي هي التريد مارك وكده، يعني سامسونج وسوني وفيت واوبو ونوكيا واوي، اي الماركات ديت على طول بتبقى كابيتال. بعد كده جميع حروف اختصارات بعض الكلمات في الاختصارات على طول في الاختصار بتبدا بكابيتال زي كي واي تي سي في كريكولم فيتاي وسي دي كومباد ديسك وتي في تلفزيون. بعد كده الاكرونيمز الاختصارات برضو، لال اللي هو لاف اوت لاود، وسوس سيف اور سول. نمبر 25 برضو مين بيبقى كابيتال، بيقول لك اذا بدات الجمله الكامله داخل الكوتيشن مارك اللي هي علامتين التنصيص بتبدا بكامله بجمله كامله اللي هي دو يو وهاو ار يو. بس خلي بالك لو فصلتها بقى، لو فصلتها يعني الكلام كان مقصوص ما هواش جوه كامله، يعني هاو ار يو بعد كده فصل الحوار وبدا جديد ما تبداش بكابيتال بقى على طول. وكذلك بيقول لك اذا مقسوم على جزئين زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف برضو بنفس الفصل يبقى كيب كوايت وكمل هناك. لما خلصنا الكابيتالز دخلنا على البانكتويشن اللي جوه بقى، جوه الكلام. احنا خدنا اول حاجه في الكلام البانكتويشن بالنسبه للكابيتال ليترز. بعد ما نخش جوه الكلام هنستخدم مين؟ الابوستروفي والكاما والكولن والسيمي كولن، وركز فيها. المعاصر مزود زيادات هراجع عليها بشكل سريع واقولها برضو بشكل سريع. اي نعم ممكن ما تحتاجش ليها في حاجه، بس برضو ركز عليها بالذات لما يديك الفرق من البريتش والرايتنج والامريكان رايتنج. تعال نبدا باول واحده الابوستروفي، اسمها ابوستروفي ما تنساش. الابوستروفي بستخدمها مع مين؟ مع الاختصارات، بدل ما اقول ار نوت بقولها ارنت. بستخدمها برضو مع البروناونز الضمائر، الضمائر مع بعض الافعال ذير از، ممكن اكتبها ذير از وي هاف ابوستروفي. بستخدمها مع البوسيسيف اس الملكيه، الملكيه ابوستروف اس كتاب الطالب ستودنتس بوك وتشيلدرن روم، حطيت ابوستروف اس لان تشيلدرن اصلا بلولر ومنز من ابوستروف اس كلوث. بعد كده بيقول لك التعبير عن الملكيه بعد نهايه الاسم الجمع، لو الكلمه اصلا كان فيها اس، كان فيها اس. بيقول لك ممكن بعض الناس بتحط اس ابوستروف عادي وبعض الناس بتقول لك لا، بس خلي بالك لو الكلمه اصلا بلولر ما تحطش اس ابوستروف اس. الكلمه نفسها لو بلولر ما تحطش اس ابوستروف اس، خلاص يا مستر، يعني مش هينفع اخليها ستودنتس اس ابوستروف اس، لا كده خلاص الابوستروف بتغني عن الاس الثاني. الفكره بقى لو الكلمه نفسها اصلا اسم الشخص كان اخره اس، زي جيمس مثلا، جيمس ويدنج، قال لك ممكن احط اس ممكن لا، ممكن اخليها اس ابوستروف بس او اس ابوستروف اس، ده لو الكلمه نفسها السنجلر منها فيها اس، زي كلمه كلاس مثلا ممكن اخليها كلاس ابوستروف وكلاس اس ابوستروف اس. لكن لو الكلمه نفسها خلاص بقت بلولر اجمعها الاول بعد كده اكتفي بالابوستروف بس زي اول واحده. خلاص؟ بعد كده في نمبر 5 في الجمع الاعداد 10,000 دولار، 10,000 اوف دولار او tens of people 10 apostrophe s. بس خلي بالك الحقبه الزمنيه اللي هي العقد العشر سنوات ما بستخدمش معاها الابوستروف، in the 1990s حطينا اس على طول لان دي معناها العشر سنين دولت، العشر سنين اللي هي فتره من 1990 لغايه 1999. طبعا هم 10 عشان بنحسب 90 معانا لغايه 99. بعد كده في جمع الحروف لو سالتك كده how many eyes i apostrophe s في كلمه responsibility فيها كام i؟ هنا بيقول لك ملاحظة حلوة ركز فيها كويس جدا. لو قلت أحمد أند روديناز هاوس وحطيت إس بعد رودينا، معنى كده إن أحمد ورودينا عايشين في نفس البيت. طب لو قلت أحمد أند روديناز هاوس حطيت لكل واحد إس لوحده، يعني كل واحد عايش في بيت لوحده. يعني لو دمجت الاثنين مع بعض في إس واحدة، هما الاثنين عندهم نفس الملكية نفس الهاوس. فصلتهم كل واحد عايش لوحده. كده انت خدت الابوستروفي. هنروح بعد كده على الكوما. خلي بالك الكوما بستخدمها في حاجات كتير جدا. اولها بعد ما تكون بتكلم مع حد، لو هتجيبه في اول الكلام سما كوما وهتكمل لو انت بتكلم مع سما. طب لو عايز تجيبها في اخر الكلام بتحط طبعا قبل سما كوما مستر.
طب لو بتكلم سما في وسط كلامك هتجيب قبلها كوما وبعدها كوما، كوما في الناحيتين في القبل وبعد. كلمة please لو بدأت بيها الكلام هتحط بعدها كوما، ولو بنهيت بيها هتحط قبلها كوما. بعد كده بقى لو هتعدد هتشوف انا اكلت كذا حاجة ولا شفت كذا حاجة، طبعا مش هتقول and هتحط كوما كوما وفي الاخر and يمستر. نفس الفكرة بتقول كذا حاجة حتى لو sentence كاملة وفي الاخر بتقول and. بيقول لك ممكن انت تستخدم قبلها كوما، ممكن لا، بيسموها الاكسفورد كوما. اكسفورد كوما هي الكوما اللي بحطها قبل كلمة and، براحتك عايز تحطها او ما تحطهاش يعني. بعد كده بنستخدم الكوما برضو قبل الكويشن تاج. وانت درست الكويشن تاج موجود في الجرامر، دايما لما بتيجي حاجه في دماغي في الجرامر بقول لك روح رجعها عشان تفتكرها. الكويشن تاج في الاخر كويشن وفي كوما قبلها. بعد كده تستخدم مع الكونجنكشن اللي موجوده في النص، عايز تحط كوما قبل اند، عايز تحط كوما قبل اور، قبل بات، براحتك. بستخدمها برضو مع الكونجنكشن اللي بحطهم في اول الكلام وبجيب كوما في النص، بس لما يكون بادئين بيهم، وايل في الاول او وين في الاول حاطين كوما في النص. طب لو جبناهم في نص الكلام وايل ما بحطش كوما قبلهم خالص يا مستر. طبعا الكلام ده انت عارفه بس بنركز عليه تاني. بستخدمها برضو مع الparticiple close وموجود عندك في الجرامر. participle close بدأت بالing، فاكر لما قلنا stealing I ran away و stolen I cried، بستخدم كوما في النص عشان بعتبرهم اصلا conjunction، الing او البب او حتى two plus infinitive اللي ببدأ بيها الكلام. بعد كده بجيبهم بعد الadverbs لما حطهم في اول الكلام، fortunately و unfortunately و sadly وكل الباقي و yesterday طبعا كذلك اللي هي ظروف الزمان والمكان، last sunday. بستخدمهم مع الconjunction بعد ما اجيب الconjunction او عبارات الرد الموافقه والرفض والاستئذان، زي ايه؟ well كما او yes كما وsure كما excuse me كما. نستخدم برضو قبل الجزء الاخير من الجمله للتعبير عن التناقض، وديت ربما تكون جديده بالنسبه لك. Rodina is very tired كما but not careless، بدل ما اقول but not careless كما not careless. خلاص ممكن احطها ديت للتعبير عن التناقض بس، التناقض بس يا مستر. طيب طبعا هتفكر لي هنا هتقول لي ليه ما استخدمناش كونجنكشن، ما احنا قلت لنا كونجنكشن مكان بات الكونجنكشن اللي هي او شلنا الكونجنكشن وحطينا مكانها سيمي كولن. السيمي كولن هتجي لك قدام يا مستر لما يكون في جمله كامله، لكن نوت كيرلس ديت مش جمله كامله، عشان ما تقوليش ليه ما استخدمناش سيمي كولن هنا. برضو بستخدم الكوما ديت لفصل اجزاء العناوين، بفصل العنوان لندن بفصلها عن انجلند بكوما، والجيزه بفصلها عن ايجيبت بكوما. بستخدم الكوما لفصل اجزاء التاريخ، بس وياك تفصل اليوم عن الشهر، ما تفصلش اليوم عن الشهر يا مستر. بص البريتش بيكتبوا ايه والامريكان بيكتبوا ايه؟ البريتش بيحطوا اليوم الاول الشهر كوما التاريخ. الامريكان بيعكسوا بيجيبوا الشهر الاول بعد كده اليوم، وفي كل الاحوال ما ينفعش تفصل اليوم عن الشهر يا مستر، ما تفصلش اليوم عن الشهر. افصلوا عن التاريخ اللي هو تاريخ السنة عادي، لكن ما تفصلش اليوم عن الشهر خالص. وقدامك برضو ممكن يقول 8 مارش وممكن يحط كوما ما بين مارش وسنة، يعني ممكن نحطها في البريتش. يقول لك البريتش ممكن يحطها وممكن ما يحطهاش، طبعا هو مش دخلك في الاحتكاكات دي كلها ولا دخلك في الاختلافات دي يا مستر. عايز تفصل بين التاريخ افصل بينهم في البريتش مستر، بس اهم حاجة يهمني هنا انك ما تفصلش اليوم عن الشهر يا استاذ. ممكن احط كوما ما بين الشهر والسنة او ممكن لا بالنسبه للبريتش، اما الامريكان بيحطوها على طول. ليك انت ايه؟ ليك انك ممكن تحطها بس ما ينفعش تحطها ما بين اليوم والشهر، وما تدخلش في كل السرعات ديت يا استاذ. طيب لما تيجي تتكلم عن عدد كبير بتفصل بين كل ثلاث ارقام، والعد بيبدا من فين؟ من اليمين يا مستر، يعني ادي ثلاثه حطيت كوما، ثلاثه كمان حطيت كوما، عشان ما تروحش تبدا من الشمال هناك، ما بين كل ثلاثه بتحط كوما يا مستر. بيقول لك يفضل لو في اربع ارقام بس ما تستخدمش، لانك مش محتاج تحط، مش محتاج تفصل خلاص يعني. ممكن كده ممكن كده بس من الافضل انك ما تحطش كوما، لان خلاص العدد باين قدامك اللي هو 1976. بستخدم بعد كلمه دير، بعد دير واقول اسم الشخص اسم محسن دوت، وبعد محسن بحط بعدهم كوما يا مستر في الخطابات الايه الرسميه. بيقول لك لاحظ في الانجليزيه الامريكيه في الامريكان انجلش بيستخدموا النقطتين اللي هي الكولن، يعني الامريكان بيستخدم الكولن والاثنين صح، ممكن تحط كوما او كولن، الاثنين both of them are right. بستخدم برضو الكوما بعد علامات التنصيص لما يكون جمله خبريه، لو بتدي جمله خبريه عندك رودينا سيد حطيت كوما وفي الاخر ممكن احط كوما زي ما انت قدامك اهي سيز رقيه، وهتجي لك قدام ممكن ادخل الكوما جوه او اشيلها على حسب. لو جوه الكوتيشن بقى كان question، لو كان question هتحط كوما في الاول بس، ما ينفعش تحط كوما في الاخر.
يعني الجمله بتاعت اسكت اشرف اهي لما جت في الاخر ما حطش كوما خالص عشان ما تروحش تحط لي كويشن مارك بعد كده تقفل الكوتيشن مارك وتروح حاطط لي كوما، حاطط 3 بانكتويشن ماركس ورا بعض، يعني انت عامل حفله ما شاء الله عليك. فارجوك عايز تحط كوتيشن مارك قبلها كوما بس لما يكون جوه ستيتمنت او كويشن، لكن لو جت كويشن في الاخر ما تحطش كوماس خالص. قلناها اكتر من مره لو تفتكر. كلمه واي وات وذر واف في الكلام غير المباشر اللي هو الاندايركت ما بتستخدمش معاهم كوماز، يعني لو جم في نص الكلام ما ينفعش يتحط بعدهم كوما اي لذات جبت بعدها كوما ولا اف ولا اي حاجه. ممكن برضو بيقول لحضرتك ممكن استخدم تو كوماز اللي هي النون ديفايننج ريلاتيف كلوز، الجمله الاعتراضيه اللي ملهاش لازمه اللي ممكن تتشال، ولو تفتكر ساعتها قلنا ان ذات هنا حرام بستخدمها مع جمله اعتراضيه ممكن تتشال يا مستر دون تاثير على المعنى يا استاذ، بس بيقول لك لو هتاثر في المعنى ما ينفعش تحطها بين تو كوماز. بعد كده بنستخدمها مع مين؟ بيقول لك مع الكوردينيت ادجكتيف اللي هي فين؟ الصفات المتساويه، وهنا هرجعك لدرس اسمه الادجكتيف اوردر، الادجكتيف اوردر لسه مراجعين عليه وجاي لك تاني اهو هبص قدامك اهو هبدا الكلام من تحت. الادجكتيف اوردر quantity, opinion, size, age, color, shape, origin, material, purpose. حاول تحفظهم الله يكرمك وما تلخبطش بينهم. هتلاقي في بعض الكتب بتزود حاجات في النص، عادي احفظ الزيادات حتى بالزيادات الموجوده. يهمني ان ايه؟ لو يهمني انك لو جبت اثنين من نفس الكاتيجوري، اثنين من نفس الكاتيجوري، ممكن تحط بينهم كوما، يعني لو جبت لي اثنين shape مثلا او اثنين color ممكن تحط بينهم كوماز، سواء red and purple ممكن تقول and وممكن تحط الكوما، الموضوع يرجع لك. طب لو هتجيب كلمه من هنا مع كلمه اللي هناك اثنين من كاتيجوري مختلفين ما ينفعش تحط بينهم كوما زي مستر. يعني بديك مثال اهو فوق، بص كده فوق عندك healthy و strong الاثنين يعتبروا opinion، ممكن احط and قدامك اهو وممكن احط كوما لان الاثنين من نفس الكاتيجوري، الكاتيجوري بتاعت الاوبينيون بتاعك، الاثنين healthy و strong ده راي حضرتك. طب لو جبت كلمة من كاتيجوري مختلفة ما ينفعش تحط كوما زي cheerful و young. young دي ده الايج و cheerful ده الاوبينيون بتاعك، ما ينفعش تحط كوما زي مستر. طبعا هو بيقول لك انا ممكن استخدم اند فوق على اساس انك تعرفها، بس الفكرة مش في كده، الفكرة اثنين من نفس الكاتيجوري يا مستر حط كوما براحتك، لو جبت كلمة من كاتيجوري وكلمة من كاتيجوري تانية ما تحطش كوما خالص. يعني هتجيب لي كلمة من الاوبينيون وكلمة من السايز ما تحطش بينهم كوماز، هتجيب لي كلمتين من الاوبينيون حط ما بين الكلمتين او بين التو ادجكتيف كوماز عادي. وقف وفهم نفسك النقطه ديت لو مش فاهمها وبص على امثله كمان عندك. طيب عندك بعد كده الكولن نقطتين فوق بعض بستخدمها انت مين؟ مع الليست مع القوائم، هيبدا يعدد بقى. The essay has an introduction, a body and conclusion. وقلنا ساعتها حاجه، قلنا مستحيل تحطها بعد فيرب، يعني ايه؟ تحطها بعد جملة كاملة. بص يا مستر أنا essay has three parts، الجملة اكتملت راح حط colon اهو وبدأ يعدد لك، طبعا حط commas ما بين الأجزاء كلها. طب ليه الجملة ديت غلط؟ لأنه راح حطها بعد verb، ما ينفعش تحط colon بعد verb، ما ينفعش تحط colon بعد verb، لازم تحطها بعد ما الجملة اكتملت يا مستر. ما ينفعش تقول لي I saw colon أحمد وحسين ومحمود، لا أنت بتقول I saw a lot of people، بعد a lot of people تحط لي colon وتبدأ تعدد بقى وتقول لي أحمد ومحسن والباقي. بستخدم الكولن مع مين برضو؟ تستخدم الكولن او السيمي كولن مع التوضيحات او التفاصيل الاضافيه هتوضح اللي قبلها، يعني I have to decide not to buy this tablet. I don't have enough money. مقصودي انا because. ممكن استخدم هنا سيمي كولن بما ان because مش موجوده، لو تفتكر كنا بنحذف الكونجنكشن بنستخدم السيمي كولن او حتى الكولن كمان. طبعا ديت زيادات موجوده عندك بس عارف ان الاساس هنا هي السيمي كولن يا مستر، لسه هتجي لك قدام. طيب بيقول لك ما بين العناوين الفرعيه subdivision punctuation العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي منه colon unit 1 والعنوان الفرعي grammar. بستخدمها مع descriptive titles لما تيجي توصف الشيء، the prisoner of Zenda an adventure novel وصف للي قبلها، the 6th of October war وصف the war of land بيوصف. بستخدمها برضو في اخر الجملة للتوكيد for emphasis، كأنك بتدي تشويق للكلام زيها زي الداش الام داش. يعني ازاي؟ After 3 months of thinking I have reached my final decision. ايه هو بقى final decision؟ ايه التشويق اللي انت عامله دوت؟ حطك سيمي كولن، حط لك كولن كامله وحط لك ام داش وقال لك retirement التقاعد. بيديك فروق طبعا ما بين البريتش انجلش والامريكان انجلش في الرايتنج، بيقول لك في الانجليزيه الامريكيه نستخدم الاي الكولن بدل من الكوما مع كلمه دير، لسه قايلها من شويه، ممكن تقول دير فلان في الامريكان بيستخدموا
كولن، اما البريتش بيحطوا كوما وممكن ما يحطوش اصلا. انت دخلك بالحرات ديت ايه؟ تعرف ان الاثنين موجودين، ممكن احط كولن في الامريكان وكوما في البريتش. بعد كده بيقول حضرتك بستخدم في الكلام غير المباشر اللي هو الاندايركت، ممكن استخدمه على طول. استخدم ايه؟ استخدم الكوما اللي هي ديت. مستر محمد said I am too busy to argue، انا مشغول جدا. ممكن استخدام الكولن بدلا من الكوما في الاقتباس الطويل، يعني هيقتبس ويقول كلام كتير جدا زي اللي انت شايفه ده، كل ده كوتيشن يا مستر، حط قبلي ايه؟ حط قبلي كولن. طبعا دي زيادات انا لازم اعدي عليها عشان برضو تسمعها، وانت اكيد لو هتسرع الفيديو هتسمعها بشكل سريع. كمل برضو مع حضرتك، بيقولك بستخدم الكولن ديت بعد المتحدث في الحوار والحديث والمسرحيات. زي مين؟ إسراء بتقول what do you think، ولين بتقول it's the best educational book، وبتكمل كل ده بعد الكولن وبقول مين اللي اتكلم. بعد كده تستخدم الكولن برضو بعد المصدر المأخوذ منه الاقتباس. In the word of the traffic law، ده المصدر نفسه، حط كولن وقال لك a driver must have a driving license. بستخدمها مع الproportion، النسبة والتناسب 3-1، ممكن اكتبها كده او كده او كده، تلات اشكال قدامك اهو. طولت معاك الكولن ماشي، بس معلش لازم تعرف كل شيء. تستخدم الكولن في الامريكان انجلش لفصل بين الساعات والدقايق المكتوبة حسابيا، اللي هي الديجيتال، يعني ما بين 10-20. الامريكان بيحطوا مين؟ بيحطوا الكولن ديت لما بيستخدموها مع الوقت. طب في البريتش بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الدوت. دوت لما بيتكلموا على الوقت اللي بيتكتب ب 12 ساعة، يعني 10 الساعة 10 وثلث حاطين بينهم دوت، ده فين؟ في البريتش. مستر البريتش بيحطوا دوت هنا. طب لما بيتكلموا على ال 24 ساعة 20 22 20، حطوا ايه؟ حطوا الكولن. هتقول لي طب انا اخش في الحوارات ديت ليه؟ انا ايش عرفني؟ انت بس اعرف ان بستخدمها للفصل بين الساعات، ديت صح يا مستر وديت صح، بستخدمها للفصل الدقايق عن الساعه. وبين قوسين البريتش بيحبوا يحطوا فول ستوب لو بيتكلموا بال 12 ساعه بس مش بال 24. خلاص تمام. جزء جاي برضو بيقول لك في البريتش انجلش لا يستخدم حرف كابيتال في بداية الكلام بعد الكولن، إلا إذا كان كلمة من النوع اللي بتبدأ بحرف كابيتال عادي. يعني في البريتش مش بيبدأوا كابيتال بعدها، مش بيبدأوا كابيتال يا مستر، إلا الكلمات اللي تستحق تبقى كابيتال أصلا، اللي أنت عارفها من البنكتويشن الأولاني بتاع كابيتال ليترز. طب بيقول لك لو كان بعد السيمي كولن، سيمي كولن فيه جملتين أو أكتر، بيبدأوا بحرف كابيتال عادي. أما الأمريكان أصلا بيبدأوا بكابيتال على طول بعدها. يعني اللي تقدر تطلعه هنا المشترك بينهم ان بعد السيمي كول، بعد الكولن الاساسيه، بعد الكولن الاساسيه الامريكان بيبداوا بكابيتال والبريتش بيبداوا بسمول، الا لو كانت جملتين او اكتر. ديت مواضع مش عايز اقول لك مواضع اختلاف، فمش هتلاقي في امتحانك. لو امتحانك موجود ممكن تبدا بكابيتال براحتك، والامريكان بيقول لك ابدا بسمول بس يكون جمله واحده يا مستر، ما يكونش جملتين. البريتش بيقول لك ابدا بجمله واحده وساعتها هتبقى سمول مش كابيتال. ارجوك بعد السيمي كولن او بعد الكولن اللي قدام حضرتك ابدا الكلام بمين؟ ابدا الكلام بكابيتال لو عايز، لان الامريكان بيقولوا صح. ابدا الكلام بسمول لو عايز بس تكون جمله واحده علشان البريتش بيقولوا صح. اكتر من جمله ممكن تخليها كابيتال على طول، يعني المشترك هو الكابيتال. بص يا مستر، بعد كده نروح على نمبر 4، الفصله المنقوطه اللي هي السيمي كولن. طبعا السيمي كولن انت معلوماتك انك تفتكر لما قلنا كوما بات وكوما وكوما سو وكوما اي كونجنكشن كنا بنشيلهم ونحط مكانهم السيمي كولن. تعال نفكرك، ربط جملتين مستقلتين يعني كاملين ومرتبطين في المعنى في جمله واحده. هنا some people enjoy playing football، others only watch the match. اصلها كانت كوما بات، شلناها شلنا كوما بات وحطينا مكانها ايه؟ حطينا مكانها سيمي كولن يا مستر. طيب the second بيقول لك لاحظ يمكن استخدام مين عندك وانت شغال؟ استخدام الكولن والفول ستوب نفس الاستخدام، ممكن استخدم الاثنين بس خلي بالك لو استخدمت الفول ستوب ساعتها هبدا بكابيتال على طول. هنا في حته زياده من عنده هنا اسمعها بس ممكن ما تركزش فيها قوي. بيقول لك جملتين مستقلتين تربطهما رابط، ممكن نلاقي كونجنكشن في النص وحاطط قبلها سيمي كولن. الكلام ده موجود، بس اللي موجود عليك في منهجك السنه دي ان الكولن بتتحط لما اشيل الكونجنكشن، يعني المفروض اشيل as result و however و but ممكن تتشال، المفروض ان انا اشيلها يا مستر ما اسيبهاش. دي زيادات طبعا اللي ممكن ما تحطهاش في بالك بس اعرفها. لاضافه تفاصيل لعناصر القائمه، تفاصيل لعناصر القائمه، التفاصيل نفسها. لندن اللي موجوده في انجلند، وترينتو الموجودة في كندا، وباريس الموجودة في فرنسا، دي التفاصيل جواها. طيب
تستخدم السيمي كولن بدل من الكوما لإضافة فصل عن أصل القيمة الطويلة. لو الموضوع طول معاك افصل بسيمي كولن يا مستر. تنويه: ما بستخدمش كابيتال في بداية الكلام بعد السيمي كولن إلا إذا كانت الكلمة تستحق تبقى كابيتال، يعني بعد السيمي كولن مفروض أبدأ بسمول مش كابيتال يا مستر. على فكرة ممكن تنطبق الكلام ده برضو على الكولن اللي فوق، بس مش هدخلك هو في حوار الأمريكان والبريتش. بعد كده الزيادات برضو في الكونجنكشن بتاعته، الانكلوجر موجود عندك، الكوتيشن ماركس والبراكتس أو البارنثيس. بارنثيس هي الأقواس المستديران، دي كلمة بلولر، السنجلر منها parenthesis S-I-S والبلولر منها parenthesis زي oasis oases و crisis crises. quotation mark علامة التنصيص استخدمتها انت في unit number 12 اللي هو direct والindirect، ليها كذا اسم، ليها quotation marks وليها speech marks وليها inverted commas، كل دول ينفعوا يا مستر. بيقولك الشائع في البريتش انهم بيستخدموا علامة فردية، والامريكان بيستخدموا علامات مزدوجة. عارف انك هتعيط والله كل شوية الفرق من ده ومن ده، الاثنين موجودين عندك وعرفهم وخلاص، خلاص كلها اسبوع ان شاء الله وتنتهي من الدنيا دي كلها. بعد كده بيقولك بحط بينهم ايه؟ نص الكلام المباشر، الكلام اللي خرج من بق الراجل، الكلام اللي هو الدايركت، الراجل قال we are busy so we cannot help him. طيب بيقولك في حالة عدم وجود اقتباس داخل، في حالة وجود اقتباس داخل اقتباس، يعني هتقول كوتيشن جوه كوتيشن، تبدل بينهم، تخيل اللي بره دبل واللي جوه سنجل او العكس. يعني I think black beauty، black beauty دي كوتيشن جوه كوتيشن، فحط اللي جوه سنجلر واللي بره دبل، او ممكن يعكس، ممكن يخلي اللي بره سنجلر واللي جوه دبل. بعد كده نمبر 3 العلامات الفردية، الكلمة اللي متحدث عليها ممكن استخدم الفردي او الزوجة، الاثنين صح، مش عايز اخش في التفاصيل دي. هنا الحتة دي بقى هتتعبك شوية. الكوتيشن علامات الترقيم بتتحط جوه البانكتويشن، بتحط جوه الكوتيشن ولا خارجه؟ بص يا مستر، من حيث الكوشن مارك والاكسكلاميشن مارك او الاثنين دولة يا مستر، ركز فيهم كويس. بيقول لك داخل علامة التنصيص او خارجها على حسب المنطق، يعني الراجل هنا قال question فتحط question الاول بعد كده تقفل الاقواس. طيب الراجل اللي بيسال ملوش علاقه بالكوتيشن، بدا بدد مش داخل الكوتيشن، يعني تقفل الكوتيشن الاول بعد كده تحط question mark. طيب بالنسبه للكولن والسيمي كولن خارج علامه التنصيص في الانجليزيه البريطانيه والامريكيه، يعني الاثنين متفقين انها براها، يعني there are two meaning for improve. قال لك الكولن والسيمي كولن حطيناهم بعد الكوتيشن مارك يا مستر، ده سواء في الامريكان او البريتش. المشكلة كلها هتبقى هنا الكوما والفول ستوب. البريتش قالوا لك ايه؟ قالوا لك خارج الكوتيشن، والامريكان قالوا لك داخل الكوتيشن. انت هتعمل ايه؟ الاثنين صح يا مستر، ما دام دي موجوده ودي موجوده الاثنين صح. بس المشكله بقى لو سالك البريتش بيقولوا ايه والامريكان بيقولوا ايه، ودي عمرها ما شفتها انت في حلك معايا يا مستر، فارجوك اعرفها. البريتش بيقولوا الخارج قفل الكوتيشن بعد كده حط الكوما او فول ستوب، والامريكان بيقولوا جوه، يعني دخلها جوه الاول بعد كده قفل الكوتيشن. الاثنين موجودين بالنسبه لك صح. طيب بعد كده البراكتس او البارنثيس موجود عندك، هي الاقواس المستديره، بستخدمها كبديل لمين؟ البديل للتو كومس في الجمله الاعتراضيه. فاكر لما قلنا الجمله الاعتراضيه هنا وقلنا ان جواها ذات حرام، ممكن احط تو كومس او احط تو براكتس، افتح قوس واقفله افتر جمله اعتراضيه اهي، خلاص في سياق الكلام ممكن تتشال يا مستر. طيب بستخدمها برضو مكان عبارتين مستقلتين مكان السيمي كولن، طبعا دي زيادات بس برضو عرفها. عندك السيمي كولن اهي مكان ربط الجملتين ببعض. بعد كده توضع الفاصلة السفلى اللي هي المين اللي هي الكوما بعد الاقواس وليس قبلها، يعني الجملة دي غلط عشان حاطط الكوما قبل الاقواس، مفروض بعدها يا مستر، مفروض بعدها، ما تحطش قبلها الا لو كانت جملة اعتراضية هتحطها في الناحيتين. بعد ما خلصت السنتنس هتقفلها بمين؟ هتقفلها بعلامات الترمينال بانكتويشن، سواء بقى فول ستوب او بيريد، كوتيشن مارك او كوتيشن بوينت، الاكسكلاميشن مارك. تعال نشوف بستخدمهم مع مين. الفول ستوب ليها اسم تاني اسمه بيريد، ما تنساش، بيقول لك الامريكان بيسموها بيريد والبريتش بيسموها فول ستوب، وانت مطالب تعرف الاثنين. بجيبها في نهايه الجمله الخبريه اللي بتدي خبر بقفل بفول ستوب يا مستر، ونهايه الاوردر عشان الناس فاكره ان الاوردر بيحطوا لك اكسكلاميشن مارك، لا يا مستر، الاوردر الامر سواء بوزيتيف او نيجاتيف، سواء هو بوزيتيف قدامك او نيجاتيف قدامك، بنهيه بفول ستوب. طيب بعد كده في نهايه السؤال تحويله في الصيغه الغير مباشره اللي هي الاندايركت، لما كان كوتيشن اهو جوه كويشن حولناه وحطينا في الاخر ايه؟
اكيد ما حطيناش باتر فلاي، حطينا فول ستوب لان ما بقاش كويستشن، بدليل انك بدات بالسبجكت بعد كده الفيرب. في نهايه الجمله اللي تبدا باداه استفهام كجزء من الكلمه، يعني ما تشوفش واي تجري تقول لي يا لهوي ده كويستشن فحط الكويستشن مارك. اهدى شويه، واي هي دايد از ستيل ا ميستري، السبب وفاته ما زال. واي هنا مش معناها لماذا، مقصود بيها السبب نفسه، فساعتها تبقى جمله خبريه وانهيها فول ستوب. في الاختصارات يا مستر، تيل بتاع التليفون ونمبر سبتمبر والبيج ومان اللي هي ماندي. الفولو ستوب بستخدمها مش الكوما، بين الارقام، واخدناها قبل كده مع الكوماز هناك يا مستر، بين الارقام قدامك اهو. برضه في البريتش اكسنت او البريتش رايتنج دلوقتي بيقول لك لم يعد شائعا استخدام فولو ستوب في الاختصارات، البريتش ما بقوش يستخدموها لاسماء الدول بس موجوده، يعني ممكن تكتبها اي ار اي بالامريكان بيحطوا الفولو ستوبس والبريتش مش بيكتبوها، بما انها موجوده ممكن تحطها وممكن لا، انت مطالب بالاثنين يا مستر. البريتش بطلوا يستخدموها والامريكان ما زالوا بيستخدموا في الاختصارات فول ستوبس، انت استخدمها براحتك او ما تستخدمهاش، الاثنين موجودين، حتى لو جات لك في الامتحان الاثنين يبقوا صح، ومش هيدخلك في نقط الخلاف ديت، عمره ما هيدخلك فيها، ويا ريت يدخلك على الاقل مش لك اثنين صح. اذا انتهت الجمله الخبريه باختصار بنكتفي فول ستوب واحده، يعني بي ام، انت عارف ان بوست ميريديم موجود عندك المفروض تحط بعدها فول ستوبس. انت بقى هتبص هتقول لي ديت محتاجه فول ستوب وهي جايه اخر الكلام، فحط لها فول ستوب تاني وهتعمل لي فرح في السنتنس يا مستر، ارجوك هي فول ستوب واحده بتكفي. طيب يا مستر، بيقول لك ما تستخدمش فول ستوب مع الجمل غير المكتمله. I went home after I had، يعني جمله فوق كانت غلط عشان بدا بجمله after، الجمله المعنى ما اكتملش. المقصود بالفول ستوب ان المعنى اكتمل، يعني السنتنس خلصت كمينينج من اولها لاخرها. بعد كده الكويشن مارك، الكويشن مارك بستخدمها مع مين؟ برافو عليك ما شاء الله عليك، ممتاز، اكيد هستخدمها مع الكويشن، يعني هستخدمها مع مين يعني؟ مع الكويشن ووردز كلها، هو ويتش وير والناس دي كلها. بستخدمها برضو بالكويشنز بهل، سواء بدا باي فيرب من الفيربس ديت، وقلت لك قبل كده ان في الانجليش ما عندناش كلمه اسمها هل، اي فيرب في اول الكلام في هيئه كويشن يبقى هل. بعد كده خلي بالك اني دو ممكن ابداها في البدايه كاوردر، do your best، وساعتها احط في الستوب مش question mark عشان ما تشوفش دو تقول يا نهار ابيض ديت question، فاحط question mark في الاخر. بعد كده على الكويشن تاج ودرسناه بالتفصيل، question tag بحط في question mark في الاخر، وما تنساش الكوما، وما تنساش ال contracted form has hasn't she، ما ينفعش اقول has not she. لا تستخدم الكويشن mark قبل الاسئله غير المكتمله. What I mean، في ايه what I mean، فين الكوتيشن، ما اكتملش يا مستر، الكويشنز ما اكتملش. بعد كده تروح عند اخر حاجه الاكسكليميشن مارك او اكسكليميشن بوينت، علامه التعجب، بستخدمها مع مين؟ مع المشاعر القويه، strong feeling زي help و I love you what a pity، كل دي مشاعر قويه بتستخدمها معاها يا مستر. بعد كده بعد التعبيرات التي تدل على الامر القوي، امر قوي بتديه لحد، stop و please ده order قوي جدا بتديه لغيرك يا مستر، غالبا بيبقى كلمه واحده او كلمتين. مع تعبيرات التعجب والدهشه great wow oh my god، كل ده بستخدمه مع الاكسكليميشن مارك. لو تفتكر كنا بنسميهم الانترجكشن، رجعناهم في البدايه من الفيديو دوت. بستخدمه برضو مع السخريه والمزاح، ها ها والكلام اللي انت عارفه. بيقول حضرتك علامات التعجب في نهايه الجمله تحل محل الفول ستوب عشان ما تستخدمش الاثنين مع بعض يا مستر. علامة التعجب في نهاية الجملة تحل محل النقطة ولا يستخدمان معا، ما تقولش الجملة خلصت فحط الاثنين مع بعض. طيب خلي بالك اللي بيقول لك اسلوب التعجب ممكن يبدأ بأداة استفهام، وغالبا ما نعرف انه تعجب وليس استفهام، يعني what a talented player، انت بتشوف what بتقول what ده question فحط question mark. لا يا مستر، ما ينفعش تحط question mark هنا يا استاذ، لا ديت مش question، هو بيقول لكش هل ده هو talented player ولا لا، هو بيتعجب، فساعتها بحط الاكسكليميشن مارك بتاعتك. دي كانت مراجعه سريعه على البانكتويشن الموجود عندك، وتعالى بالظبط يلا حضر قلمك او حضر كتابك لو عايز تحل في الكتاب، هنبدا نحل على طول البانكتويشن اللي احنا شفناها. حاجات كتير هنحلها، فركز فيها شويه وفي نفس الوقت هجري بشكل سريع علشان عارف انك محتاج للوقت يا مستر. يلا اتفضل هاف يور بن، هنبتدي مع بعض دلوقتي. يلا هنبتدي كويشن نمبر 1. طبعا معظم الاسئله هتسالك بنفس الصيغه ديت عندك، بيقول لك which of the following is punctuated correctly، مين تحت ما البانكتويشن بتاعه سليم. من الشكل كده ممكن تستبعد بعض الحاجات، يعني من الاول واحده كده انت شايف الاخر مفيش حاجه في الاخر، مفيش فول ستوب ولا كومه، والثانيه فكر فيها كده هتلاقي انه بيكلم حاتم ومش حاطط مش حاطط مثلا كومه الموجود عندك، وتحت كده لو بصيت لها هتلاقي فيها اي ابوستروف دي ما فيهاش حاجه، فالانسر هتبقى مين؟ الانسر هتبقى نمبر دي. تمام.
The second one. يلا. Which of the following is punctuated correctly? نفس الفكرة برضو. تعال نفكر مع بعض ونشوف. طلع كده الأخطاء بعينك. ده في quotation جوه بس ناقص كوما. في كوما هنا ناقصة. طبعا هسرع في الحل عشان وقتك. Number two في W small. Number three مش لاقي لها حاجة. Number four فتح quotation وما قفلوش في الآخر. عشان كده الحل هيبقى مين؟ الحل هيبقى number C. تمام. Number three choose the sentence with the correct punctuation. بص كده بعينك على أول واحدة. في عندك watch out, watch out, doubt, order في نفس الوقت order فوجئي اللي هي ال interjection ممكن تستخدمها exclamation mark. علشان كده الحل الوحيد هيبقى مين؟ هيبقى دي يا مستر. This is space new car. ديت عمر عربية عمر. عمر واحد يعني حطوا له apostrophe s فاخترناها بـ E. Five. This new car belongs to the. هيحط الـ the ازاي مع اسم الأشخاص غير اللي بيعبر على اسم العيلة. وساعتها ممكن نحط لهم اس عادي فأقول أمرس. Which of the following sentence gives a logical meaning? مين تحت بيديك meaning معين. I have done the shopping عمر. هو بيكلم عمر فأكيد هيحط قبليه كوما. علشان كده الحل بالنسبة لك هيبقى number B. ممكن توقف وتعمل pause وتشوف الانسس براحتك أو تفكر فيها قبل ما حل. أنا بجري شوية في الوقت علشان وقت سيادتك والفيديو ما يطولش. فضل number 7. Which of the following sentence is punctuated correctly? بص كده على أول واحدة. لغاية دلوقتي ما فيهاش ميستيك. التانية بدأ سنتنس جديدة بس R small وأنت عارف إن بعد الإكسكليميشن مارك المفروض كابيتال. عشان كده اللي بعدها غلط برضه. نفس الفكرة بادئ بأو كابيتال. وأخيرا مستر عمرس هو جمع عمر اصلا فالكلام ده غلط اول واحده بس هي اللي صح يا مستر. Question number 8. I'm looking for my space email. I want to send them invitations. To send them. them يعني هبعت لهم وهم ناس كتير. ناس كتير فهم بلولر في نفس الوقت الايميل بتاعتهم. اجمعهم الاول بعد كده حط الابوستروف. يبقى الجمع الاول وبعد كده الابوستروف موجوده في نمبر سي بس. 9. She is a space runner. She is a space runner. فاست وفات هما الاثنين بالنسبه لك من نفس الكاتيجوري بتاعتك. بما انهم في نفس الكاتيجوري يعني ممكن تقول اند وممكن تحط كوما. عشان كده اي صح وبي صح وفي ساعتها اختار نسي. نبتا عايزين البنكتويشن تحت يلا. اول واحده لو بصيت لها مش هتلاقي فيها حاجه. نبت تو بادي بسمول. دايما خليك يعني سريع الايه؟ سريع النظر في الحاجات زي كده. عينك توقع غلط على طول. نبت بي في دبليو سمول ونبت دي في دبليو سمول. هي الاولانيه للثانيه. ذا كويشن يبقى سي غلط وساعتها اختار اي. Number 11. Tablets has been broken. لميس. التابلت بتاع لميس. وقلنا لو الاسم اخره اس ممكن تحط اس ابوستروف وممكن تحط ابوستروف بس. فالاولانية تنفع وسي تنفع. عشان كده الانسر هتبقى دي. Question number 12. Which of the following is punctuated correctly? هو بيكلم جوليا وبيقول لها اصحي. اللي فيها question mark ديت مش موجودة ما تنفعش. جوليا جيت اب مش حاطت quotation mark فما تنفعش. اللي بعدها تنفع بس عايز اتاكد ان الاخيره غلط. الاخيره غلط من الكوتيشن او الكويشن مارك الموجود. علشان كده الانسر هتبقى سي جوليا جيت اوت. نمبر اللي هتطلع بره يعني. نمبر 13. The second world war took place in the. عايزين العقد والعقد اللي هو 10 سنين يعني باضافه اس على طول من غير ابوستروف. فاي حاجه فيها ابوستروف حرام. عشان كده اخترنا بي. طبعا الورلد سكند وورلد وور حصلت في ال 1940 تقريبا سنه 1900 كام من 39 ل 45 تمام 1939 لغايه 45. The second question number 14 punctuation برضو. اول واحده بص عليها هتلاقي في W W small هنا مش معاك. الثانيه what you must be joking. هو جمله صح كصوت لكن كهنا punctuation اليو small المفروض تبقى capital. سي ما فيهاش لغايه دلوقتي غلطه لو بصيت عليها. دي فيها mistake في الاخر حاطط question mark عشان كده اخترناها سي. 15. How many space عايز تسأل عن الحروف كم حرف بتحط له ابوستروف اس عادي ابوستروف اس يبقى سي. How many R's. 16. The weather was fine. لحسن الحظ. لحسن الحظ يعني luckily. luckily عايز ابدأ الكلام بكابيتال وبعدها سمول عشان ديت adverb فاخترناها نمبر سي. 17. Which of the following is punctuated correctly. بص عليهم بالترتيب. Can you lend me a hand ندى. هو بيكلم ندى فيحط بعدها exclamation mark ليه ولا question mark ليه. بس ده question mark فعلا ده question. Can you lend me a hand ندى question. عشان كده بي صح. طب دي غلط ليه. دي غلط عشان ما فيهاش كوما وسي ما فيهاش quotation ما فيهاش question mark. عشان كده الانسر هتبقى بي. ممكن تساعديني يا ندى وقبل الشخص اللي بتخاطبه بتحط كوما طبعا. Question number 18.
Space, would you explain this lesson for me? بيكلم مستر حسام. بما انه بيكلمه يعني هيجيب كوما بعديه، فالانسر هنا هتبقى مين؟ هتبقى نمبر B. مظبوط. زي ما قلت لك ممكن تعمل بوز وتفكر او تسمعني وانا بحل على طول. 19. Would you explain this lesson for me? بما انه هيكلمه برضه يبقى هيجيب كوما هنا قبليه المره دي، هيحط قبليه كوما، كوما مره واحده بس قبليه، فالانسر هتبقى نمبر C يا مستر. 20. The mechanic checked space car. It hadn't been six months. عندك كلمة كار، والكار هنا سينجلر، وعوض عليها بيت، وإيت هنا سينجلر برضو، معنى كده إنها كار واحدة. لو قلت أميرة أو أمير أبوستروفس وأمر أبوستروفس، معنى كده إنها أكتر من عربية، عشان كده الأخيرة غلط يا مستر، والأخيرة برضو والقبل الأخيرة غلط، والأولانية هو جمع أميرس أصلا ودي ما تتجمعش، فالحل الوحيد هي بي. فاكر لما قلنا أبوستروف إس مع الاتنين مع بعض، معنى كده إنه عندهم نفس الحاجة، لكن هيحط أبوستروف إس هنا أو أبوستروف إس هناك، كده هم كل واحد ليه عربية لوحده، وده اللي عملها في اللي بعدها تقريبا، أكيد اللي بعدها مظبوط بالظبط أهي. They بلولر وكارس بلولر، عايز كده عايز عربيتين مختلفين، عربيتين مختلفين يعني كل واحد العربية بتاعته، يعني كل واحد ليه الأبوستروف إس بتاعته، عشان كده اخترناها نمبر C. 22. Choose the sentence with the correct punctuation، عايز البنكتويشن الصحيح. أول واحدة يا مستر I like fish however، بناء على هو قايله هو ممكن يستخدم however بعد السيمي كولن، احنا قايلين السيمي كولن تيجي لما الكونجنكشن يتشال، فالحالة الوحيد اللي احنا بنحل بيه ان المفروض انها تبقى كوما أو سيمي كولن مكان however، بما انه كاتبها ممكن يحط قبلها كوما عادي، علشان كده الانسر هنا هتيجي مين؟ هتيجي A هتبقى صح، وفي نفس الوقت however اللي بدأ بيها كابيتال صح برضه، تبقى A and C الانسر نمبر D يا مستر. لكن احنا متفقين ان مفروض اللي احنا فاهمينه ان الكولن او السيمي كولن دوت السيمي كولن ديت معناها كان في كونجنكشن وتشال، السيمي كولن معناها كان في كونجنكشن وتشال. في الشرح فوق هو قايل لك ان ممكن نحط الكونجنكشن، بس بلاش تخش في المواضيع الجدليه ديت ومش هتشوفها عندك، ولو عندك حلها بالطريقه اللي انت فاهمها ان كان في عندك كونجنكشن وشلناها يا مستر. اتفضل. كويشن نمبر 23، عايز البنكتويشن بالعين كده، اول واحده طبعا مش معاك عشان البي سمول، وخليك ذكي وانت بتحل. نمبر بي كلمه ناصر الان سمول، نمبر سي ما فيهاش ميستيك، ودي حاطط كوما من عنده زياده عشان كده الحل في سي. سند ذس فايل تو مستر اشرف بليز، اكيد قبل بليز في كوما علشان كده نختار نمبر اي. تشوز ذا سنتنس وذ ذا كوريكت بانكتويشن، خدهم بالترتيب. اول واحده اسماء نيدز ميديكال هيلب هير بونز ايج، المفروض هنا بيكاز مش موجوده، شالها وكانها حط مكانها السيمي كولون دوت مظبوط، لغايه دلوقتي الجمله ديت مظبوطه، تعالى نتاكد ان الباقي غلط. حاطط سيمي كولون هنا ما فيش، حاطط كولون هنا ما ينفعش، وحاطط الداش هنا مش هتنفع، او السلاش مش موجود، حاطط ابوستروف وديت مش شغاله، فالحل الوحيد هتبقى نمبر A. 26 بص عليها شويه يلا، بيكلمك عن السد العالي. هاي دام، هاي دام ده اسم شيء او اسم حاجه علم، فلازم يبقى كابيتال، عشان كده الاتش سمول تحت غلط، والاتش والدي اللي فوق غلط، كده الحل لا بي لا سي. لغايه دلوقتي انت ماشي بعينك مش شايف اي اختلاف، طبعا في الامتحان هتقعد تبص يمين وشمال وهتقول الجملتين زي بعض، مش فاكر انت او مش شايف ان في فوق ابوستروف اس وتحت اس ابوستروف. احنا عندنا كام عالم؟ عالم واحد بس، بما انه سنجلر يحط له ابوستروف اس، فالانسر هتبقى نمبر بي مش نمبر سي، لان احنا عندنا عالم واحد بس يا مستر مش عوالم كتير. اتفضل. 27 question number 27 which sentence has a perfect punctuation، خده بالترتيب كده. I had fish، هو عايز يعدد يقول لك انا عندي كذا حاجه، عايز يعدد يقول لك عندي كذا حاجه، اي هاد فيش رايز سالاد فور لانش، ومره حط لك اند من غير كوما ومره حط لك اند بكوما، ديت صح وديت صح. طب ليه اللي في النص غلط يا مستر؟ قلت لك انا ما ينفعش احط كولن بعد فيرب، لازم الكولن تيجي بعد ما الجمله تكون اكتملت، كان يقول لك اي هاد ا لوت اوف ثينجز كولن ويبدا يعدد بقى، عشان كده الانسر هتبقى اي ان سي. عايز افكرك اني اند ممكن احط قبلها كوما، ودي بنسميها الاكسفورد كوما يا مستر. 28 she is energetic space not naughty، للتعبير عن التضاد او الكونتراست ممكن احط مين؟ ممكن احط هنا كوما، مقصود بها but not naughty. هتسالني ليه ما احطش سيمي كولن؟ سيمي كولن هيجي بعدها سنتنس كامله، مش not naughty ك part of a sentence يعني او كadjective. 29 which of the following is punctuated correctly، بص على اول واحده، اول واحده طبعا فيها جريمه، اولا الار سمول والاي سمول بتاعت انجلش. تاني واحدة ار يو انجلش، الولد تفاجأ بدل ما يحط كويشن مارك حط اكسكليميشن مارك، شوف المفاجأة. نمبر سي ار يو انجلش، الجملة صح لأن ديت كويشن. الأخيرة غلط طبعا عشان حاطط كوما قبل كلمة انجلش. 30 هي از ان اكسبرت تيتشر،
isn't he ولا is not he. بص عليه كويس جدا، ده question tag. question tag يعني اخره question وقبليه comma، عشان كده الحل الوحيد هيبقى D، اخره question وقبليه comma. 31. which sentence has the perfect punctuation؟ بص عليها كده، فضل من number 1 ندى said، وجاي قبل الكوتيشن كوما، يعني في بداية بعد ما فتح الكوتيشن حط كوما، مبدئيا كده هو قفلك اصلا من الحوار. طب نمبر بي، بص على نمبر بي كده مش لاقي لها اي ميستيك، سواء حط الدوت جوه او بره، الاثنين بالنسبه لك شغالين زي الامريكان والبريتش قلناهم، وبرده سي ينفع الكوما جوه او بره امريكان والبريتش بناء على الاختلافات بتاعتهم، الاثنين شغالين وده اللي قلت لك عليه، ساعتها هيديك الاثنين والاثنين صح، عشان كده بي اند سي بوث اوف ذيم ار رايت. شو ذا كوركت بانكتويشن تحت، اول واحده طبعا فصلك اهو الواي سمول، فمش او دبليو سمول مش معاك. نمبر 2 كينجلير، كينجلير ده اسم شخص او اسم شخصيه لازم تبقى كابيتال، ال هنا سمول فمش تبعك. سي لغايه دلوقتي صح، بص على دي هتلاقي الكي سمول فديت مش معاك، وفي الاخر كمان حاطط لك مبوظها لك بالكوشن مارك الموجوده في الاخر، فالانسر هتبقى نمبر سي. 33 I'm very busy space yet، yet ده conjunction، قبل الconjunction ممكن تستخدم ايه مع الconjunction؟ قبل الconjunction ممكن نستخدم comma، عشان كده comma yet never forget. 34 we met the big boss، big boss yesterday امبارح، امبارح the time، والtime ظروف الزمان بالنسبة لك time reference ممكن تحط بعدها comma، عشان كده اخترنا yesterday comma. 35 يا مستر which of the following is punctuated correctly؟ تريجر ايلاند ده اسم ستوري فلازم تبقى كابيتال، عشان كده التي هنا سمول والتي هنا سمول مش معاك، والاي سمول مش معاك برضو، والاي سمول هنا مش معاك، فالانسر الوحيد هنا هيبقى مين؟ هيبقى اول واحده ذاتس نمبر اي. ذا مومنت اي هاد ريتيرند هوم، وذا مومنت يعتبر نوع من انواع الكونجنكشن موجود عندك في التمبرالز في درس الفيوتشر، بما ان كونجنكشن في الاول ممكن نحط كوما في النص فالاجابه هتبقى بي. 37 اي توك ا شاور سبيس ذا مومنت، الكونجنكشن لما يجي في النص ما بياخدش حاجه بس، عشان كده هنختار مين؟ هنختار no mark. رودينا was born on، قلت لك ما تفصلش بين اليوم والشهر، ما تفصلش بين اليوم والشهر، هنا فصل بين اليوم والشهر في بي، وهنا في دي برضو فصل بين اليوم والشهر، فالكلام هنا وهنا غلط. فضل لك اول واحدة مستر، بيحط كاما مفروض March 8th 2010، فالانسر هتحط كاما بينهم عشان تفصل بينهم، الانسر هتبقى C. The second it's cold in Cairo and space and space cold in Cairo and space، كل الشهور capital، هنا هو بادئ بجانوري small مش معاك، نوفمبر ديسمبر and January، حاطط الأكسفورد كوما هنا صح، وتحت حتى لو حطها شغالة برضو يا مستر، عشان كده الانسر هتبقى B and C. 40 does she work hard space she is lazy، طبعا انت هتقول no، بس أنهي no فيهم؟ هتقول ايه ده السؤال ده غريب اول مرة اشوفه، حضرتك الحرف الاس دوت مش capital وبعد الكوما في سمول، فاللي فيها كوما مش معاك، فنو بي ديت غلط مش مع حضرتك، احنا عايزين نو الاولانيه اللي بعدها فول ستوب يا مستر، عشان بدا بكابيتال بعدها اللي هي حرف الاس في كلمه شي. هاني از سبيس مان، هاني از سبيس مان، هو هنا هيحط كوما ولا لا؟ كليفر ويانج يا ترى من نفس الكاتيجوري ولا مش من نفس الكاتيجوري؟ الكليفر دوت الاوبينيون ويانج دوت الايج، من كاتيجوري مختلفه، يعني لا تحط اند ولا تحط كوما يا مستر، عشان كده اخترناها نمبر دي، ما ينفعش لا اند ولا كوما، لان دي من كاتيجوري ودي من كاتيجوري معينه في الادجكتيف اوردر اللي انت عارفه. question number 42 which of the following is correctly punctuated، بص عليه يلا، اول واحده why are you worried space I asked، لغايه دلوقتي دور عليها كده فين ده مش ده question مفروض في question mark هنا ما اتحطتش. طب why are you worried برضو في question mark ما اتحطتش. Number 2 why are you worried I asked، نفسك تقول لي مش في هنا مفروض كوما، قلت لك الكوما ما بتتحطش لو بدأنا بكويشن، لو الكوتيشن كان في كويشن ما ينفعش تحط كوما يا مستر. Number 3 why are you worried I asked، حاطط هنا برضو ناس الكويشن، فالإجابة الوحيدة الصح هتبقى نمبر سي. عايز حابب أأكد وأقول لك ما ينفعش أحط كوما لما بنلاقي الكوتيشن في الأول، والكوتيشن ده بيعبر عن كويشن يا مستر. طيب Number 43 which sentence have the perfect punctuation he said are you french، لغايه دلوقتي الجمله صح بس عايز اتاكد ان الباقي غلط، he said وحط بعدها كوما الجمله باظت منك، بعد كده are you french لسه قايلين لو في quotation جواه question ما ينفعش نحط بعد دي كوما فالجمله ديت غلط، والاجابه الوحيده هتبقى number A. دي كانت اسئله البانكتويشن الموجوده عندك، حليناها مع بعض، هنبتدي على طول دلوقتي
رايتنج، هناخد الرايتنج بكل اشكاله من كتاب المعاصر، الزيادات اللي هو عاملها، وعامل لك دمج برضو بينها وبين كتاب جينيس اللي كنا واخدينه مع بعض، لان في حاجات موجوده في جينيس مش موجوده في المعاصر والعكس، فانا مجمع لك الاثنين بحيث انك تدرس كل حاجه. انا واحد بلعب على الفول مارك وخايف حاجه تيجي حضرتك ما تبقاش عارفها، فارجوك اعرف كل شيء يا اخي، بالله عليك اعرف كل شيء. يلا نخش على الرايتنج بسرعه. الرايتنج طبعا بنقسمه للباراجراف والاساي والايميل والزيادات الموجوده في المعاصر. هنا بيكلمك هنا عن الباراجراف والايميل كشكل عام، بيقول لك ان الباراجراف هو جزء من السنتنس، مجموعه بتتكلم عن فكره واحده، يعني بتناقش وان ايديا. الباراجراف بيناقش فكره واحده يا مستر، والاساي عباره عن باراجرافز كل واحده فيهم بتناقش فكره معينه، متعلقين كلهم بالفكره الرئيسيه يا مستر. مديك من حيث الشكل من غير المضمون، ممكن انت تقرا الكلام ده براحتك لو عايز تعمل بوز للفيديو دلوقتي، انا مش محتاج اقراه هنا يا مستر. هخش بالتفصيل على طول. مديك شكل الاساي قدامك اهو. شكل الاساي عباره عن ايه؟ نمبر 1 هو التايتل، نمبر 2 هو الانترودكشن، 3 البادي، و4 الكونكلوجن. يبقى تايتل، انترودكشن، بادي، وكونكلوجن. ما تنساش ان في حاجه اسمها اندنتيشن، هو كاتبها لك اهو مع كل باراجراف في اندنتيشن. وانا على مدار السنه لو تفتكر لما اتقال ان في كلام، ان في اسئله رايتنج ممكن تيجي، كتبنا مع بعض حوالي 5 او 6 رايتنج، والناس القديمه اللي معانا من سنين كتبوا رايتنج بالهبل على مدار تاريخهم، اكيد هم عارفين. ده شكل الاساي، بس هنتكلم في البدايه من حيث الباراجراف. لما هتكلم من حيث الباراجراف هرجع لكتاب نيو هرجع لكتاب جينيوس الاول اللي بدانا منه السكيلز، هاخد منه البدايات بتاعته عشان يتعجباني بصراحه، وفي نفس الوقت مش موجوده من المعاصر. انا هعمل لك الشيت اللي موجود عندك بي دي اف على وان درايف، في نفس الشيت اللي انا بشتغل منه سواء فاضي او محلول، الاثنين موجودين، فبدمج لك من الاثنين بحيث انك تاخد افضل من الموجود في الناحيتين يا مستر. من حيث الباراجراف، لو تفتكر الباراجراف كان بيتكون من topic sentence، supporting sentence، و concluding sentence. topic و supporting و concluding. topic هي something that start a paragraph with، supporting هي details، والconclusion بتختم بيها الكلام. والباراجرافز كنا بنقسمهم لكام نوع. كان اول واحد ديسكريبتيف، ديبندز اون يور سنسس، بيعتمد على السنسس بتاعتك، بيبدا يوصف ويستخدم فيفيد لانجويج، لغه براقه شويه بيوصف بيها. نمبر 2 الناريتيف، بيعتمد على الحكي، يعني كايندز اوف ستوري، بيمشي ممكن يمشي كرونولوجيكال اللي هو ترتيب زمني من البدايه للنهايه. احيانا بيبقى فيه جزء من الديسكريبتيف، بس الفكره الطاغيه عليه هي فكره القصص اللي هو تيلينج ستوريز. نمبر 3 كان الاكسبوزيتوري. الاكسبوزيتوري هو بيحتاج بحث، نيد ا كايند اوف ريسيرش، بيسموه برضو هاو تو، ما تنساش ان اسمه هاو تو باراجراف، هاو تو باراجراف ودوينج ريسيرش، بيعتمد على البحث ويديك فاكتس، والفاكتس محتاجه ريسيرش طبعا. نمبر 4 هو كان اصعب واحد فيهم، كان اسمه ايه؟ كان اسمه بيرسويسيف او ارجيومنتاتيف، ليه اسم تاني بيرسويسيف او ارجيومنتاتيف اساي، بيعتمد ارجيومنتاتيف نكتبها برضو، بيعتمد على الاقناع، هو عايز يقنعك، يجيب فكره جدليه وعايز يقنعك بيها، مش هسيبك غير لما تقتنع. طبعا بيبرز فيه دور الكاتب فورا اللي هو رايترز اوبينيون اون ا توبيك. ده كان من كتاب جينيوس. وقبل ما نخش نرجع المعاصر تاني، هفكرك بالورقه اللي درستها مع حضرتك، الشروط اللي كانت موجوده عندك، واجزاء الاساي الانترودكشن والبادي والكونكلوجن، قبل ما اخش اخدها بالتفصيل. لو تفتكر الورقه ديت كنا كتبناها مع بعض على مدار السنه، كانت ساعدتنا فيها او صاحبه الورقه طبعا بما اني جبت صورتها كانت الاخت نادين، ربنا يبارك لها يا رب. تعال نتفضل ناخدها من البدايه. الاساي كان ليه شروط، هبدا بشروط الاساي الاول. شروط الاساي اللي انت شايفها دلوقتي، شروط الاساي او الباراجراف الاثنين موجودين. اول حاجه اليونيتي واحفظهم، نمبر 2 الامفاسيس، 3 الكومبتنس، و4 الكوهيرنس، عرفهم وكل واحد بيتعامل مع مين. 1 يونيتي يعني 1 مين كنترولينج ايديا، فكره واحده بتطغى على الجميع. طيب نمبر 2 عند حضرتك كان الامفاسيس، بيهتم بالاوردر واورجنايزنج، بيترتب ترتيب كويس. الامفاسيس بيعتمد على كلمه اوردر واورجنايزنج، موجود عندك في الريفيجن في اول 17 صفحه في كتاب نيو جينيوس الفاينل ريفيجن اللي اشتغلنا منه الشهر الاخير او الشهرين الاخرانيين. الكومبتنس لازم يبقى سفيشنت ويل ديفلوبد، التقسيمه بتاعته ديفلوبد متقسمه كويس. واخيرا الكوهيرنس بيعتمد على اللوجيكال فلو، التسلسل المنطقي، والايدياز كلها working together as a whole، بتشتغل كلها كوحده واحده. ديت الشروط بتاعه الرايتنج، سواء الباراجراف او الاسي احفظهم كويس لان هم متشابهين في التشوز. وراجع للتشوز دوت لو تفتكر هتلاقيهم في كتاب جينيوس في بيج نمبر 8، بيج نمبر 8 في كتاب جينيوس الفاينل ريفيجن الموجود عندك يا مستر. طيب من حيث الشكل بقى، الاسي بيتكون من نمبر 1 انتدكشن،
هروح اخدهم المعاصر برضو تاني، بس هراجع بشكل سريع. حابب افكرك بالورقه ديت. نمبر 2 البادي، ونمبر 3 الكونكلوجن، وليها اسم تاني الكومنتري او الاكسبلانيشن يا مستر. في نمبر 1 بيقول لك الانترودكشن، بتبتدي بالهوك وجوه هقول لك يعني هوك، هرجع لك عليها. طبعا هي a sentence that catch the attention of the reader. نمبر 2 الفوكس ستيتمنت، انت بتركز هنا على ايه؟ الباك جراوند، بتتكلم انت مع الريدر على خلفيه واحده، بتقف معاه في نفس المكان عشان تجيب رجله، وفي الاخر الثيسس الاطروحه بتاعتك او راي حضرتك او موضوعك، هتتكلم هنا وجهه نظرك في موضوعك هي ايه؟ يعني هتتكلم هنا عن ايه بالظبط؟ ده بالنسبه للانترودكشن، وجوه هتشوفهم بالتفصيل تاني لما اروح للمعاصر مره تانيه تحت. لما روحنا عند البادي، كل باراجراف من البادي بيبتدي بتوبيك سنتنس لان يعتبر باراجراف جديد. بعديها بيديك السبورتنج ديتيلز، الجمل المدعمه لرايه. دعم الراي بتاعك بيبقى عن طريق الديتيلز، والديتيلز بتعتمد وبتقف على ايفيدنس، بتقف على بيانات ومعلومات واضحه. وبعد كده الاناليسس بيبدا يحلل الكلام اللي هو قاله، وفي الاخر بيديك الكونكلوجن، بيختتم كلامه بايه؟ بيختتم كلامه للباراجراف ده، ده على مستوى الباراجراف. طبعا ممكن تلاقي اكتر من باراجراف في البادي. في الكونكلوجن بتبتدي في الموديفايد فوكس، الفوكس بتاعك، الفوكس انت هنا بتتكلم عن ايه بلغه ثانيه. فاكر لما قلنا الكونكلوجن اشبه ما يمكن بالانترودكشن بس بلغه مختلفه بستايل مختلف. علشان كده لو تفتكر زمان كنا بنقول it's recommended to start writing by the paragraph by the body، كان من الافضل في البدايات لو عايز تكتب essay انك تبدا بالبادي الاول، بعد كده تلخصه مرتين، مره في الانترودكشن ومره تنزل تلخصه في الكونكلوجن بلغه مختلفه. فالكونكلوجن بيبتدي بموديفايد فوكس، التركيز بتاعك بنفس اللي انت كتبته في الانترودكشن بس باختلاف الستايل. موديفايد ثيسس، الثيسس اللي كانت موجوده فوق، عشان كده هتلاقي الفوكس اللي فوق اهو والثيسس اللي فوق جبناهم بلغه مختلفه تحت. وفي الاخر التشالنج، بتسيب القارئ في تحدي او بتدي له اثاره كده في الاخر يبدا يفكر في الرايتنج بتاعك. دي الورقه اللي احنا كنا كاتبينها مع بعض. هرجع للمعاصر تاني يا مستر، يلا بدمج ما بين اكتر من حاجه بحيث انك تاخد الكولكشن كلها وتاخد كل شيء، وفي نفس الوقت بطريقه مختصره تساعدك على الوقت الضيق اللي انت فيه حاليا. هنروح هناك عند الاساي، بيقول لك المين بارت اوف ذا اساي، التايتل، انترودكشن، البادي باراجراف، والكونكلوجن. بيمسك واحد واحد قدامك، تعالى هنجري مع بعض على طول. التايتل هو العنوان بتاعك، عنوان الاساي اللي انت بتتكلم عليه. العنوان ده لازم يبقى كاتش شويه، تبقى جراب ذا اتنشن اوف ذا ريدر. ومديك هنا العنوان بياخد ايه او بيدرس ايه. ممكن تعمل بوز وتقف وتشوف الكلام المكتوب، ملخص سريع كده، helps the reader predict the content، وفي نفس الوقت catch the reader's attention او attention، وreflects the tone of the essay، بيعكس التون. وطبعا التون انت عارفه هو اسلوب كلامك او طريقه كلامك في الاساي. خصائص العنوان الجيد، a good title must be all of them grammatical accurate، وفي نفس الوقت concise وshort، coherence وattention grabbing، credible يعني معقول او ممكن يتصدق، لو بتاعها incredible طبعا، believable easy to read، written in active voice، وفي نفس الوقت accurate using of first capital letters with punctuation. بعد التايتل بتبتدي الانترودكشن. الانترودكشن لسه شايفينها حالا اهي، تعمل catching the reader's attention و giving the reader background و presenting the thesis اللي تروحها بتاعتك يا مستر. الانترودكشن بتقسم لايه؟ شفناها في الورقه اللي كاتبينها من شويه. بتبتدي بالهوك او الاتنشن جرابر، ليها اسم تاني فاحفظه. بتعمل فيها ايه الهوك ديت؟ اتراكت ذا اتنشن اوف ذا ريدر. وبعدها على طول بيحصل الفوكس، بتركز على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. والباك جراوند زي ما قلت لك، بتقف انت والريدر على خلفيه واحده، يعني بتتكلموا مع مواضيع مشتركه بالنسبه له، بلازم ابدا بكلام انت عارفه علشان اوديك في الاخر للكلام اللي انت ما تعرفوش. وفي الاخر ثيسس هو راي حضرتك اللي بيحصل جوه. مديك تحت التفاصيل كلها اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، ومديك مثال عليهم اهو بالالوان. اللون الاحمر هو اول سنتنس هي الهوك، نمبر 2 هي الفوكس، 3 الباك جراوند، و4 هو الثيسس. بعد ما خلص الانترودكشن راح على البادي، البادي اوف ذا باراجراف، بيسموه بالعربي المتن اللي هو الجزء المهم. بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه الديتيلز، متقسم لايه؟ لسه قايلين حالا، متقسم للتوبيك سنتنس لانه باراجراف جديد، السبورتنج ديتيلز، سبورتنج ديتيلز زي ما قلت لك كل الاراء الداعمه لفكره لوجهه نظرك. عايز ارجع تاني عند التوبيك سنتنس، قلت لك التوبيك سنتنس هي الفيرست سنتنس للباراجراف، بتلخص الباراجراف نفسه، يعني على مستوى الباراجراف اول سنتنس اسمها توبيك سنتنس يا مستر. طيب بعدها في الايفيدنس الدليل بتاعك، وبعد الدليل في الاناليسس والكونكلوجن، بتختم بيه كل اللي انت قلته في الباراجراف. ده لكل باراجراف يا مستر، يعني الكلام ده ممكن يتكرر كذا مره في البادي، لان البادي ممكن يبقى اكتر من باراجراف يا استاذ.
ملخصهم لك تحت ومديك كل واحدة عليها إيه ومديك مثال. نمبر 1 هو topic sentence للباراجراف، نمبر 2 هو supporting details، 3 هي الإيفيدنس، و4 هي الأناليسس، وفي الآخر نمبر 5 هي الكونكلوجن. واعرف محتويات الباراجراف اللي أنا بتتسأل عليها، المحتوى البديهي اللي بتتسأل عليه يا مستر. طيب أخيرا الكونكلوجن والكومنتري والإكسبلانيشن اللي لهم في ورقة ولخصناهم من شوية، بس نبص عليهم تاني بالتفصيل. عندك الموديفايد فوكس الجملة الرئيسية بس بصياغة تانية، بعدها الموديفايد ثيسس رأي حضرتك بلغة تانية أو ستايل تاني، وأخيرا التشالنج إنك بتسيب القارئ يبدأ يفكر ويقول ليه عملت كده وليه ما عملتش كده يا مستر. مديك بقى المعاصر شوية زيارات من عنده كده، هنبص عليها بشكل سريع. أول حاجة مديها لك هو البرسويسيف اساي، أنت خدت الأنواع الأربعة من شوية، هو مديك كل واحد كده مش كلهم يعني، مركز على أكتر من حاجة فيهم بس إيه بشكل واقعي شوية. أول واحد الأرجيومنتاتيف أو البرسويسيف اساي هو مقال جدلي، عايز يعمل إيه؟ بيبقى منحاز، الرايتر فيها منحاز لفكرة معينة وعايز يقنعك بيها يا مستر. ف so that you can have the reader's opinion. الهدف منه إيه؟ aim at get the reader reaction accepting or understanding the position or proposal، عايز يقنعك برأيه. الملامح بتاعته عاملة ازاي؟ بيقول لك requires the gathering of facts and research، لانك هتقنع اللي قدامك اكيد بالحقائق. وبيستخدم برضو rhetorical devices influenced on the reader علشان يأثر في الريدر في القارئ بصيغة بلاغية. مقسمه لك هو الخصائص بتاعته ايه؟ logical consistency، لازم يبقى متسق منطقيا في منطق عشان تقنع اللي قدامك بالمنطق، الكلام ده خاص بالpersuasive او argumentative. لازم يبقى relevancy، مهتم بالrelevant، متصل الصلة بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه. لازم يبقى صادق شوية readability، في مصداقية، وunderstandability، قابل للفهم يا مستر، حاجة تقدر تفهمها. شرحه لك تحت بشكل واسع او بشكل متوسع، احنا بناخد بس ايه اللي احنا يهمنا في الحوار. ومديك مثال عليهم اهو، نموذج المقال الاقناعي في كل التفاصيل بالانترودكشن والبادي والكونكلوجن. بعد كده رايتنج ان اوبينيون اساي، في نوع تاني اسمه اوبينيون اساي، هو من زياراته برضو، بس بيقول لك هو الاوبينيون نوع من البرسويسيف اساي، ده بنسميه مقال الراي، رايتنج ان اوبينيون، شبه الارجيومنتاتيف قوي، بس الاوبينيون بيعبر عن رايك بشكل صريح. هناك انت بتدخل في حوار هتقول ليه مش غيري، هنا هو بيهتم برايه بس وخلاص، يعني عايز اقنعك برايي، ما يهمنيش بقى بقيه الدنيا اللي هناك الموجوده في البرسويسيف مستر. بيقول لك مقال بيعبر فيه الكاتب عن رايه، express your opinion depending on fact and examples، نفس الموجود هناك. بس بيقول لك هنا unlike the other types of the essay the opinion essay doesn't necessarily need to rely on hard facts، it can instead rely on the writer's opinion only proved the writer can support his opinion with the reasoned arguments، مش لازم يجيب معلومات دقيقة جدا، هو عايز يقنعك برأيه بس مش أكتر، مش عايز يثبت إن غيره غلط. يعني هناك في الأرجيومنتاتيف عايز يثبت إن غيره غلط وهو صح، هنا أنا عايز أقول لك إن عندي رأي وبوصفه لك يعني. طيب بعد كده بيقول لك حاول تتجنب I think و I believe، ما تحطش نفسك في الحوار، تتجنبها يعني، بلاش تستخدمها كل شوية. What does an opinion essay consist of؟ بيتكون من إيه؟ بيتكون من كذا حاجة قدامك أهو. An opinion essay consists of opening paragraph with the thesis، فيها thesis، supporting paragraph and a closing paragraph with effective conclusion to the essay، نفس الفكرة برضو، introduction وbody وconclusion، ما تنساش الconclusion ليها اسم تاني هو الclosing أو الclosure حتى لو فيه. The introduction of the essay أو the opinion essay فيها إيه؟ فيها الhook بتاعتك، فيها thesis statement، الhook والthesis اللي عايز تجذب بيها الانتباه، وفيها في نفس الوقت الباكجراوند، انك لازم تقف زي ما قلت كده خلفيه عن الموضوع، تدي له خلفيه هو فاهمها. بعد كده نمبر 2 السبورتنج او البادي، ملاحظ ان انا متوسع في الحوار بس معلش لازم اديك الزيادات الموجوده عندك تخوفا من اي شيء. ما حدش سال على الاسئله ديت طول فتره الحل، لا فيش اي كتاب جابها، بس معلش احنا واحد بنجيب كل المعلومات الموجوده. السبورتنج اوف ذا باراجراف اون اساي، سبورتنج او البادي بتاعه في ايه؟ البادي فيه اكتر من فكره قدامك. The supporting paragraph of an opinion essay relates directly to the thesis، يعني بيمسك الثيسس يفصلها ويكتب فيها كل حاجه هو عايز يكتب فيها كل الديتيلز. بعد الديتيلز لما بيخلص بيوصلك عند الكونكلوجن اوف ذا اساي، زيه زي اي باراجراف عادي، وصل الكونكلوجن بيلخص فيها كل اللي اتقال على طول. طبعا المعاصر عمال يعيد ويزيد في كل التفاصيل اللي قدامك عشان كده بنجري بشكل سريع.
بعد ما خلصت الاوبينيون اساي راح على نوع تاني اسمه ريفلكتيف. الريفلكتيف اساي لو تفتكر كنا بنسميه المقال التاملي، الكاتب فيه بيبدا يفكر كده الخواطر اللي بتجيله، بيبص على الماضي بتاعه بشكل مختلف، يبدا يفكر كده في ذكرياته وحصل فيها ايه، يعني بيفكر باحداث الماضي بتفكير الحاضر. قدامك اهو، تعال نبص بالتفصيل كده على المحتوى بتاعه. يلا بيقول لك هنا what's a reflective essay. A reflective essay describes an event or experience, then analyzes the event or experience and what can be learned from them. بيحلل خبرات سابقة والأحداث السابقة. What makes an essay reflective is that the writer analyzing a past event from the present point of view. بيحلل أفكار ماضية أو أحداث ماضية بناء على تفكير حاضر، يعني بعيد نظر في الماضي. الكونتنت بتاعه ايه؟ What can a reflective essay be about؟ ممكن يتكلم عن ايه؟ ممكن يتكلم على a real experience, something you imagined, a place or a special object, something you have read. حاجات عملتها قبل كده او شفتها قبل كده. بديك بعض الارشادات ازاي تكتبها. بيقول لك ممكن تبدأ بمايند ماب. ممكن تتكلم بشكل قوي، تعتمد على الاي كاتشنج او ريدرز، تستخدم السنسز بتاعتك كلها عشان تاخد الناس في اطار تجربتك اللي انت درستها قبل كده. برضو من زيادات المعاصر مديك حاجه اسمها جابس ريفلكتيف سايكل، الزيارات بتاعته دوره جابس التامليه بتتكون من ايه، خدها برضو على سبيل المعرفه العامه، بتتكون من كذا حاجه، ازاي تكتب ريفلكتيف، ديسكرايبنج اوف ذا اكسبيرينس، توصف فيلينج اند ثوتس، المشاعر والافكار القويه، ايفالويتنج ذا اكسبيرينس، بتقوم التجربه، اناليسيس تو ميك سنس اوف ذا سيتويشن، تحلل، conclusion about what you learned اللي انت استنتجته، وفي الاخر action plan for how you would deal with similar situation، اتعلمت منها ايه وهتتصلح ده الكلام ده في الفيوتشر امتى. طبعا انت عمرك ما شفت الكلام ده على مدار السنه، ولا عمر كتاب جاب الكلام ده اصلا على مدار السنه، بس معلش الزيارات دي برضو خد عنها فكره بحيث انك تبقى داخل وقلبك مطمن من كل شيء سواء اللي عليك او مش عليك. في الاخر بديك writing an advantage and disadvantage essay. الاسي الادفانتج والديسادفانتج، تعال بص عليها كده بشكل سريع. يلا اول حاجه فيها هو هنا مختلف هناك عن الارجمنتاتيف. هنا الادفانتج بيبقى عباره عن انتدكشن، وبادي عباره عن جزئين، بادي للادفانتج وبادي للديسادفانتج. مستر بيقول لحضرتك هنا ممكن تستخدم ايه. اول باراجراف فيها هو الادفانتج، البادي نمبر 1 هو الادفانتج، بتحط فيها كل الافكار المزايا للموضوع اللي انت بتتكلم فيه. طيب تاني بادي عندك بيبقى البادي نمبر 2 بيتكلم عن الديسادفانتجز. طبعا الانتدكشن والكونكلوجن ثابتين، الانترودكشن والكونكلوجن ثابتين. الانترودكشن اهو بتتكلم عن الموضوع بشكل سليم وبشكل عادي، يعني تقول ان بعض الناس بتأيد وبعض الناس بترفض، والكونكلوجن بتختتم كل اللي انت قلته فوق بشكل مجمل يعني، وفي النص بتحط حاجتين. يعني لو قسمت نمبر 1 هيبقى الكونكلوجن، ونمبر 1 الانترودكشن، ونمبر 4 الكونكلوجن. في النص في حاجتين، نمبر 2 ادفانتج، ونمبر 3 ديسادفانتج. خلاص هنا انت بتعرض وجهه النظر المختلفه يا مستر، تعرض وجهة النظر المختلفة. لو عايز تحط رأيك بقى بتحط رأيك في الآخر في الكونكلوجن يا مستر. لكن البرسويسيف رأيك بيبقى فين؟ رأيك بيبقى في نص الكلام أصلا، ده أنت جايبه أصلا عشان تقنع الناس برأيك. فبالبرسويسيف والأوبينيون رأيك بيبقى في البادي. هنا رأي حضرتك بيبقى في الكونكلوجن، لأن باراجراف للأدفانتج وباراجراف للديسأدفانتج، وفي الآخر بتقول رأيك. مديك expressions how to express your opinion يا مستر. ومديك مكان هنا لو عايز تكتب writing، وهنبدأ نحل مع بعض على الرايتنج اللي اخدناه مع حضرتك. يلا تفضل حضر قلمك عشان نبدأ نحل سوا. يلا نبدأ الكوشنز على طول. كوشن نمبر 1. Space has the name of the topic and the reason for writing. مين تحت يبقى فيه الاسم والغرض. The name of the topic and the reason for writing. موجود في مين؟ أكيد موجود في الانترودكشن. That's number 1. Number 2. Has the writer's personal opinion. رأيك الشخصي بموجود فين؟ بموجود أكيد فين في الconclusion. Then number 3. Are pieces of writing about a particular subject in newspaper or magazine. موجود في newspaper or magazine أكيد هو المقال، والمقال يعني article. Number 4. Space about the positive and negative aspects about something. Positive or negative. Pros or cons. يبقى advantages and disadvantages. ممكن تعمل pause كالعادة وتقف تفكر في الquestion. أنا بحل بشكل سريع عشان ما أطولش الفيديو معاك. Number 5. Space is a written work written by a student or part of a course of a study. الستودنت ممكن يكتب إيه في دول؟ الستودنت مش بيكتب آرتيكل، لأن اللي بيكتب آرتيكل هو الجورنالست. الستودنت بيكتب essay. Number 6. The last paragraph of an essay is called آخر paragraph خالص اسمه إيه؟ اسمه
اسمه conclusion. 7. Space can be used to introduce arguments for a topic. Arguments يعني في جدال, يعني في جدال. Used to introduce arguments. 4. وانت معاك مؤيد لي, لان في تحت نفس الكوشن بس بيقول لك against, فوق معه وتحت ضد, فوق positive وتحت negative, يبقى فوق on, one advantage of, وتحت negative يبقى one advantage of كذا, ولا on the other hand مفروض disadvantages, ما لقيتهاش فاختار on the other hand. ممكن تربطهم ببعض, فوق انت مؤيد فقلت one advantage, تحت مفروض one of the disadvantages او on the other hand من ناحية اخرى. Question number 9. The opening paragraph of an essay is called the opening paragraph, أو paragraph هو طبعا introduction. 10. Space is an antonym of advantage. مين تحت؟ ال opposite بتاع advantage. Advantage ميزة. Merit ميزة. و upside ميزة. عكسها إيه بقى كلمة advantage؟ و benefit ميزة برضو. فال opposite بتاعها downside. Then what is a reflective essay? Reflective هنا مين؟ Reflective اللي بيعبر عن الخواطر وحاجاته الشخصية, خبرات حياتية سابقة. Similarities difference لا. Establish a positive defense دفاع لا. و C describes a key idea لا. تحت بيتكلم على experience مظبوط, هتبقى نمبدي. 12 يا مستر. In a for and against essay, for and against مع أو ضد. Space paragraph has one of the main disadvantages. ال disadvantage بيتحط فين في دول؟ أكيد بيتحط في البدي. In a for or against essay, paragraph has one of the main advantages. Main advantages. نفس اللي فوق, نفس الكويشن بالضبط في البادي برد. The part of the paragraph that starts with a topic sentence that supports the thesis of the essay. انت بيحصل supporting لثيسس فين؟ الثيسس بيحصل لها support في البادي. عشان كده الانسر هتبقى بادي paragraph. 15. Is an antonym of disadvantages. Disadvantages عكسها ايه؟ عكسها disadvantages عيب, عكسها ميزة, والميزة يعني merit. طبعا لا بس بتحدي مرد جنبها. 16. You can say that an essay is. الاسي مين في دول؟ A number of sentence about one main idea. لا ده الباراجراف فمش معاك. A group of words that are meaningful. ديت sentence مستر مش معاك. A number of paragraph about one main. ايوه number of paragraphs about one main idea. صح مستر. A way to get a lot of information down on a paper. لا مستر مش مع حضرتك, والانسر هتبقى نمبسي. The second مستر. 17. An essay is not الاسي مين مش مين من اللي تحت. Long formal piece of writing which deals with a single subject. Long formal piece of writing which deals with a single. Long is not a long formal piece. A long formal قال لك long هنا. بص على اللي بعدها كده. A piece of informal writing that gives the author's own argument. مش مع حضرتك. A short form of piece of writing which deals with a single subject. بتعامل مع single subject بس. لا بص عليه بقى من البداية وخلي بالك من كلمة not. اقف وفكر فيه شوية. يلا تفضل بص معي فيه. مديك في الاختيارات بيقول لك a long piece of writing. ربما الاسي يبقى long. الفرق بين A و C كلمة long و short والاتنين formal, فالاتنين صح. مشكلة عندك في B, الاسي ما هواش informal. يبقى an essay is not a piece of informal writing. والانسر هتبقى number B. يعني ممكن تشيل not مع ال N هنا وتقدر تقول an essay is formal writing يا مستر. فالإجابة هنا هتبقى number B يا مستر. خلي بالك ان في not فوق يا استاذ. طيب the second. 18. Essays are a piece of writing that ال essay that بتعمل A في ال essay تحت consist of only two paragraphs. لا ما ينفعش طبعا. Are hard to write because they always require research. مش كلهم. Are flexible because you can use only one narrative style. لا برضو. Something require doing research. ربما require بس مش لدرجة الصعوبة, عشان كده كلمة hard book فوق البوازة الجملة. فالانسس هنا هتبقى number D. Sometimes مش كل الأوقات. 19. A compare and contrast essay is an essay in which the writer compare contrast بيقارن ويبرز تناقض. Look at the similarity and difference. طبعا هي ديت صح بس نتأكد ان الباقي غلط. Establish a position and defense the position لا غلط. Describe a key idea لا. Think back or her experience لا. في الانسر هتبقى number A.
20, a good title of an essay. الgood title المفروض يبقى مين في دول. Catch the reader's interest or attention. مظبوط. Helps the reader protect content. مظبوط. Is written as a full sentence. لا مش لازم. فالانسر هتبقى C. Which is the first sentence of the essay called. أول sentence في الاسي بنسميها ايه؟ بنسميها the hook. وخلي بالك من كلمة essay. لأن لو قالك paragraph كنت هتقول topic sentence. 22. Reflective writing is mainly based on. Reflective بيعتمد على مين؟ بيعتمد على خبراتك السابقة. تبدأ تفكر. يبقى your experience in life. 23. Space is another name for a hook. الهوك اسمها ايه من دول؟ ايوه. Attention grabber. Attention grabber عرفها. 24. In an essay, it's the hook that. الهوك بتعمل مين في دول؟ أكيد بتجذب انتباه القارئ. يبقى grabs the reader's attention. 25. The writer of our an essay should use examples and reason. يديك examples و reason. أسباب ومنطقي. علشان يقنعك بيها. يبقى أكيد مين. يبقى أكيد opinion يا مستر عشان يقنعك فبيديك الأسباب. 26. The middle paragraph of an essay are its. الميدل باراجراف. بنسميهم ايه؟ بنسميهم البادي. An opinion essay like other types of essay consists of an opinion. بيتكون من ايه؟ topic sentence to support in conclusion. بس ما بدأش بtopic sentence. انا بنتكلم على الاسي مش بنتكلم على الباراجراف. عشان كده اول واحدة من حضرتك هتبقى غلط. Number two. The second one. An opinion's salutation بيبدأ بالتحيات. حضرتك مش بيلقي خطبة. فالإجابة مش معاك. An introduction paragraph, body paragraphs, and a conclusion paragraph. أيوة مستر. That's number C. لأني بيبدأ بالintroduction وbody وconclusion. عندك الثلاث مراحل أهو. فضل روح على 28. A good title of an essay is not a good title. مهواش A. مهواش very long. 29. There should be space at the beginning of an opinion essay. Should be في الopinion مفروض الاقي ايه؟ مفروض الاقي effective introduction. ممكن تعمل pause زي ما انت عايز وتكمل براحتك او تفكر بالمحل. 30. Which of the following choices express what a body paragraph consists? البادي في ايه؟ البادي في ايه؟ لو بصينا كده بعينيك كده الوحيد اللي فيها مكونات البادي هو topic sentence والevidence والanalysis والconclusion. عشان كده اخترناها نمبر دي لاني طبعا الهوك تبع الانترودكشن وريستيتد فوكس تبع الكونكلوجن واول واحده ديت الشروط ديت التيرمز اوف جود باراجراف او اساي. 31. Which of the following is correct concerning essay writing. مين تحت صح وانت بتكتب اساي بتعمل مين تحت. Start writing before planning your essay. طبعا لا برغم انك طول حياتك بتعمل كده. Write your essay but never go back to correct errors. طبعا لا وانت برضو بتعمل كده. Count how many words are there in your essay. لا ما بتقعدش تعد. كنت انت بتعمل كده لما كنت بطلب منك writing. فالانسر الوحيدة هتبقى include examples in your essay. 32. There should be space in an essay. في الاسي مفروض الاقي مين. At least 3 paragraphs. الكلام ده صح. At least 5 paragraphs. لا طبعا. At least 1 paragraph. مستحيل. 2 or 3 paragraphs. هو ممكن يبقى فيه 3 لكن 2 دي صعبة. لأن على الأقل في عندنا introduction وبدأ conclusion فأقل حاجة هي 3. فالانسر هتبقى number A والأخيرة طبعا غلط. 33. On finishing an essay a writer needs to. لما يخلص الاسي writer محتاج يعمل A. Send it to the publisher. كيد لا هو مشغل في برنان. Proofread. أيوة فعلا proofread يقرأ من أول والآخر عشان يراجعوا. Add for spelling. تمام. Reread it for fun. لا هو أنا اللي كنت بقرأ for fun الرايتنج بتاعكم لكن أنتوا لا. فالانسر بتاعتكم هتبقى نمبر بي. 34. What does the conclusion of an essay include? الconclusion فيها ايه يا مستر؟ A topic sentence, evidence analysis. لا. A hook. لا. من البداية كده غلط. Restated focus. أيوة هي يا مستر. فيها restated focus. Restate اللي هي modified يعني. وchallenge. Coherence طبعا لا. Which of the following is an opinion statement? Opinion. بتعبر عن opinion. Dogs have powerful ears. لا. Dogs are loyal. برضو هي دي مديك facts ما ادكش opinion. اول اتنين facts. I love dogs as they. اول ما قالك as يعني هديك reason. هديك reason عشان دوت رأيه. فدي اللي هتنفع معاك يا مستر. واخيرا طبعا dogs don't eat cheese. دي fact. The second. Using space we can separate paragraphs in an essay. بتseparate عن طريق ايه؟ عن طريق indentation.
كان ليها اسم تاني الاندنتيشن سبيس لاين، اللي هي المسافه اللي بتسيبها مع اول لاين في كل باراجراف. بنأكد ان مش ده مش الباقي مش اول باراجراف بس، مع كل باراجراف يا مستر. ذا سكند 37 ذا رايتر of an opinion essay needs الopinion لما تيجي تكتب opinion mention only unagreeable facts طبعا لا find arguments on the internet لا give examples to prove أكيد يجبر وجهة نظره make sure there are a lot of arguments لا. تكملة الكلام في second page 38 أهوك الattention grabber بتاعتك بتعمل إيه can be ممكن تبقى exclamation تعجب أيوة ممكن famous quote ممكن title لا عشان كده الأولى والتانية ينفعوا تبقى EMB. From my point of view, this man is guilty as يبدأ يقول السبب. This can be part of the introduction of a space essay. هيقول السبب عشان يقنعك بوجهة نظره، فأكيد هيتكلم عن الopinion. 40 employees الموظفين of the company get 10% pay rise every year. مديك نمبر والنمبر ده يعتبر من الإيفيدنس. This can be of the introduction of a space essay. مين تحت هنا؟ هو مفيش وجهة نظر ولا بيحكي. ما بيحكيش يا مستر. فشوفوا مين كده بيديك تفاصيل وديتيلز وعمل ريسيرش، عشان كده سميناها اكسبوزيتري لأن عمل ريسيرش وجاب البرسنتج ديت. The space is part of the introductory paragraph. مين من الانتروداكتري باراجراف؟ في الانتروداكتري لازم يبقى فيه باك جراوند. 42 A writer writes an opinion essay to give their personal space to a topic. Their personal A. Their personal rejection, اعتراضه, example, ولا portrait صورته, أكيد response, استجابته. 43. The following are parts of a body paragraph, except كل تحت جزء من البادي ما عدا مين. البادي فيه topic sentence وفي supporting details. Modified focus لا, لأن دي بتيجي في الconclusion تحت. والبادي برضو في evidence فالانسر هتبقى C وخلي بالك من كلمة except معناها ما عدا. 44 The writer of an opinion essay tries to prove that his opinion his or her opinion عايز يثبت ان رأيه ايه is correct and backs it with reason. كلمة backs هنا معناها يعني يستند على الأدلة او يأيده يعززه to support it بيأيده او يعززه بالأدلة. طبعا هو ده اللي بيحصل بس عايز اتاكد ان الباقي غلط. Number B is right without justification. اكيد لا لانه بيدي justification تبرير حتى لو غلط. Doesn't matter لا. Has a lot of drawbacks لا. فالانسر الوحيده هتبقى number A. تبقى number A قدام حضرتك is correct and backs it يدعمه بالادله. 45 in a body paragraph a space introduces the main idea and acts support for the thesis. مين اللي بيسبورت main idea؟ فكر كده بسرعه وقول يلا يا مستر. Support main idea and the body paragraph space entry midi kana 45 introduces the main idea and acts as a support for the thesis. We support the thesis وفي نفس الوقت بيديك المين idea. دي وظيفة مين تحت؟ وظيفة مين؟ ما تبصش انت عند كلمة support the thesis وتقول supporting sentence. لا هو أول حاجة قالها لك انه بيديك المين idea فهي هتبقى topic sentence لأنها بتدعم الاثنين. Persuasive writing الكتابة الإقناعية persuasive writing is non-fictional writing used to convince the reader. صح يا مستر بس أتأكد أن الباقي مش معاك. Fictional writing used to convince fictional خيالي هي مش خيالية خالص يا مستر. Used to inform the reader about an issue مش informing خالص. Used strictly for advertisement ما لهاش علاقة بالadvertisement أصلا. فالإجابة هتبقى number A non-fictional writing. Question number 47 the first sentence of the conclusion paragraph. في الconclusion أول sentence فيها بتعمل فيها إيه اسمها إيه من ضمن الحاجات اللي انت حفظتها. أيوة برافو عليك. Restate the focus statement اللي بنسميها احنا modified focus وبعدها modified thesis. 48 the conclusion of a persuasive essay البersuasive essay مفروض تتختم بإيه. Include a call to action الحقونا لا طبعا. The second prove a new strong idea ما بتحطش new ideas خالص في الconclusion وأكدنا أكتر من مرة. Leave the reader wondering لا أنت عايز تقنعه. Leave the reader siding with the writer's opinion أيوة بياخد الجانب بتاعك ويقتنع بوجهة نظرك. The persuasive بيعمل كده فعلا يا مستر. 49 The last sentence of the conclusion paragraph should last sentence في الconclusion last sentence في الconclusion بتعمل ايه
كان فيها كلمة challenge لو تفتكر. أيوة present a challenge for the reader to leave him or her thinking about the essay. طيب 50. Which one of the following would be a good thesis statement for a persuasive essay? Persuasive essay يعني عايز تقنع بغيرك. Dickens wrote Great Expectation, The Effect. This is the 160th anniversary of Dickens. Fact برضو. Great Expectations should be. Should be يعني يجب, يعني بدأ يتكلم عن رأيه. فديت اللي شغالة أتأكد أن تحت مش معاك. Secondary 3 students study Great Expectation, The Effect برضو. عشان كده مش مع حضرتك. والأنسر الوحيدة هتبقى number C. In writing an essay, space is the specific words and phrases the writer chooses. الرايتر بتستخدم كلمات, الكلمات اسمها ايه؟ اسمها الديكشن, جاي منها كلمة ديكشنري, قاموس اللي بيحتوي على الكلمات يا The second question, question number 52. Space writing is intended to influence others. عايز يأثر في الآخرين, يأثر فيهم ويثبتهم وجهة نظره وتبقى persuasive. 53. The space of an essay. The space of an essay is the general feeling or attitude. الفيلينج بتاعك, الفيلينج بتاعك وتون صوتك. أيوة هو التون نفسه. حلينا السؤال ده أكتر بمرة قبل كده لو فاكرين. 54. Banning smokers in public places which detail of the following would not be relevant. مين تحت ملهاش علاقة بالموضوع. Banning smokers in public places which detail of the following would not be relevant. Smoker hand smoke second hand smoke can cause cancer. مع حضرتك. ايوه اللي هو التدخين السلبي يعني المتاثر بالمدخن حواليه ده من ضمن الموضوع. In Egypt 70 million packs of cigarettes are purchased every day. بيشتروها كل يوم. ملهاش علاقه قوي بس اتاكد ان الباقي برضو مش معاك. 85 of people would eat at restaurant despise the smoke filled atmosphere. برضو بيركز على تأثير السموك فدوت من ضمن الحوار. Smoking is banned in many places. جايب نفس التايتل اللي فوق معاك. الحاجة الوحيدة اللي بعيدة عن الموضوع it will be number B, وخلي بالك من كلمة not. 55. The space essay is a type of an essay that takes a stance or on an issue. تيك ستانس يعني بياخد موقف, بياخد موقف وموقف محدد. مين اللي بياخد موقف بيبرز وجهة نظره فيها؟ اكيد هتبقى البيرسويسيف مستر. That's question number 55. Persuasive essay. بياخد موقف, تيك ستانس. The second 56. The writer of a persuasive essay tries to. البيرسويسيف essay بيعمل ايه؟ Convince the reader to agree with their idea. ايوه فعلا يا مستر. Give facts about a single topic. لا. Make the reader do everything. لا. وتell an exciting story. لا. 57. The essay is always non-fiction and is usually autobiographical, often written from the first person point of view. بناء على first person هو اللي بيحكي وبيحكي. Autobiographical قصة حياة حد أو قصة حياته عن نفسه. Autobiographical تبقى narrative عشان فيها story. 58. As a writer, you are against wasting money on space invasion, غزو الفضاء. Then you write a space essay. انت ضده. You are against. فتكتب حاجة تقنع بها وجهة نظرك للناس. That's persuasive. The space essay uses vivid language. Vivid language to talk about person. ويبدأ يوصف لك ويحكي لك. حليناها قبل كده في امتحانات كتير. كانت descriptive. 60. From its name, it's clear that persuasive writing aims at. Persuasive بيعمل ايه؟ بيعمل convincing. 61. The space essay is a genre. Genre معناها نوع. Genre. خلي بالك من النطق. Is a genre of writing which tends to explain, illustrate, يفسر ويوضح. مش محتاج تكمل. أكيد هو مين؟ Expository. لو how to. اللي بيحتاج research يا مستر. Question number 62. A writer of a persuasive essay share their opinion about an issue through the persuasive. بيشاركك ازاي؟ بيشارك رأيه ازاي؟ Making up fictional information؟ لا. Sharing their personal opinion؟ ايوه عن طريق ازاي برضو ما وضحتش. Supporting their opinion through the use of facts؟ ايوه برافو يا مستر بيستخدم الفاكتس. طب ليه الأخيرة مش مع حضرتك؟ الأخيرة مش مع حضرتك عشان sharing the opinion of others that are similar to theirs. هو عايزين ضدهم يا مستر. 63. A narrative essay space. A narrative essay بيعمل مين يا مستر؟ Presents information understood logically by the target audience. لا. Is written with sensory details bring description that involve the reader. بيعمل description فيها.
answer a question directly as possible. How to design employees words that appeal to five senses. مين في دول five sentence مش معاكش دوت descriptive مستر وinformation عشان كده الانسر الوحيدة قدامك هتبقى number B is written with sensory details. The second question, question number 64. We say an essay is a space when it takes a stance on an issue. جات لك تاني من شوية. Take a stance يعني ياخد موقف. ياخد موقف يعني يبقى ليه رأي تبقى persuasive. 65. An advantages and disadvantages essay is also a space essay. في advantage و disadvantage. يبقى مين يا مستر؟ يبقى for or against شغالة و pros and cons شغالة. Drawbacks و demerits الاثنين واحد. الاثنين معناهم عيوب. عشان كده الانسر هتبقى A and B. 66. A descriptive essay بيعمل ايه تحت؟ Descriptive essay presents information understood logically. لا ما فيهاش logic. Descriptive ما فيهوش logic target. Is written with the sensory details. ما فيهوش sensory. ده مش ال sensory details and the bright description. ممكن تبص فيها للاخر تمام. لو بصيت فيها كده is written with A. Details description that involves the reader. Detailed and bright description هو descriptive وsensory details تنفع عرضيات على فكرة. Answers a question as directly as possible مفهوش answering الquestion. اللي بعدها مستر employs words that appeals to the five senses of touch موجودة عشان كده الانسر هنا هو خطأ منه لأن written with sensory details شغالة bright description مع انها مش قوي بس الاساس هنا هو الفور سنسز فالاساسي هنا هو employs عليها double check اتنين صح يا مستر الاساس هنا. 67 يا مستر which of the following is an important characteristic of a persuasive essay. persuasive essay مع مين تحت يا مستر؟ persuasive essay اقناعي عايز يقنعك. it present information understood logically تمام يا مستر understood logically with the audience. It's written with the sensory details and the bright description. مش مع حضرتك يا مستر. طيب. لو بصيت برضو على number C بيقول لك it answers a question as directly as possible. For example, how to design a bow pie. لا طبعا عشان دوت مش expository. وفي الاخر number D the words usually appeal to the five senses. لا دوت مش descriptive. طيب يا مستر. Number 68, like other types of essay, a persuasive essay consists of mean 68, Mr. An introduction, a thesis, a statement, a body or paragraph, and conclusion. أيوة مستر في كل دولة فعلا. A topic sentence, details, or conclusion, دوت الباراجراف مش معك. An argument, details, and a thesis. لا. An introductory paragraph, body, or full conclusion. هتقولي طب ليه مش الباقي هو لازم يبقى فيه introduction و thesis و body و conclusion عشان كده أول واحدة اللي هتنفع مستر a thesis statement قدامك that's number A بيهتم طبعا بالthesis هنا أكتر وهنا هقف وارجع تاني الquestion اللي حليناه مع بعض من شوية الquestion number 66 اللي كان عليه جدل لو بصينا فوق شوية هتلاقينا كاتبين برضو عند الجزء بتاع sensory details و description هتلاقينا حليله بالظبط مع الناراتيف نعم في خلط شويه بين الناراتيف والديسكريبتيف فما تحاولش تقع فيه تاني يعني نقدر نقول نمبر بي ديت مش هنعتبرها صح علشان هي اخترناها من شويه مع الناراتيف بالظبط لو طلعت فوق كده مع الناراتيف كويشن هتلاقي نفسك عاملها with the narrative one جت لك اهي نمبر 63 sensory details وفي نفس الوقت description معتمد على الناراتيف لكن اللي قدامك كلمة descriptive دلوقتي لما قال لك بيعتمد على الفايف senses كلها اللي عملنا ليها double true السميل والسايت والساوند على طول هتربطها بالdescriptive مستر فاحفظ التو rules بالنسبة لك عشان ما تلخبطهمش تاني خلي طبعا number B السنسوري details والdescription جاية مع الناراتيف وتحت مستر الفايف senses والسميل والسايت جاية مع الdescriptive the second question number 69 After writing an essay, the writer should بعد ما يخلص الاساي الرايتر مفروض يعمل ايه؟ Revise and submit. Submit دوت بيسلم هو مش ايميل. Paraphrase and summarize مش بيعمل شرح هو. Copy and paste طبعا لا. اخيرا هي الوحيدة اللي صح. Revise and proofreading بيعمل مراجعة. Revision مستر. بعد كده نروح على الايميل. شكل الايميل موجود عندك يلا. هناخده بشكل سريع. قدام حضرتك writing an email. الايميل عبارة عن ايه؟
مكون من كذا جزء. عندك السندر، المرسل recipient، المرسل إليه، subject line التايتل بتاعك الموضوع، openers الافتتاحية، البدي الكونكلوجن، واخيرا السيجنتشر او ساين اوف الانهاء. تعال نبص عليهم بالترتيب كده. سندر هو فروم لاين، بنسميه فروم لاين لانك بتكتب منه اسم حضرتك او الايميل بتاعك، الايميل بتاعك the email address of the person who sent it. عكس الريسيبينت اللي هو تو لاين، المستلم، الايميل بتاع your friend اللي هيستلم منك. سبجكت لاين هو شريط الموضوع، بتكتب فيه جزء بسيط او تايتل صغير، مش لازم يبقى جمله كامله، لازم كلمتين كده تشجع القارئ انه يجي يفتحه زي ما انت شايف اهو. It sounds important enough for the reader to all. بعد كده الاوبنرز بنسميها salutation او greeting، هي التحيات، الافتتاحية بتاعتك يا مستر، بتكلمه وبتقول له ايه عايز تكلمه، الجريتنج بتاعتك هاي وهو ار يو، سواء كانت فورمال وانفورمال، وهتقابلك بالتفصيل دلوقتي. بعد كده هتروح عن البادي، البادي والكونتنت بتاعك، المحتوى عايز تبعته وتقول له ايه، وفي الاخر الكونكلوجن اللي هي سي يو ليتر وثانك يو يورز سنسيرلي وتوك تو يو سونر، وفي الاخر الامضاء بتاعت حضرتك، السيجنتشر بتاعتك او ساين اوف اللي هي الانهاء. مديك كومباريسن كده صغيره ما بين الفورمال ايميل والانفورمال ايميل، بيقول لك في الفورمال رايتنج از ستريت تو ذا بوينت less details and written in a passive tone، ما بتحطش اسم حضرتك ولا بتقول اي حتى، بتخليها في الباسيف بالذات في الاوردر. لكن هناك في الانفورمال رايتنج بتستخدم descriptive words، بتستخدم اللي انت عايزه، بتخليه اكتف عادي. هناك يا مستر ايمنس ريزرفيشن هاز بين كونفيرمد، دوت باسيف يا مستر، ما رضاش يحطه في الاكتف، مش عايز يدخل نفسه في الحوار. لكن ايمن ريسيفد ا كونفيرميشن ايميل سينج ذات، الجمله هنا اكتف لانه بدا بالسبجكت العمل الاكشن. الفرق برضو بين الفورمال والانفورمال، لو بصيت كده كملت هتلاقي هنا الفورمال وهنا الانفورمال يا مستر. في الفورمال بستخدم في السالوتيشن دير التايتل بتاعه او دير سير، دير سير او مدام لو معرفش اللي انا ببعت له دوت مين، سواء ميل ولا فيميل، او دير مدام لو انت عارف. دونت بيقول لك دونت يوز كونتراكشن، بس قبل ما نروح لها نكمل الجريتنج اللي هناك. هناك في الجريتنج بتستخدم هاي وهلو وهاي. هنا مستر ما تستخدمش كونتراكشن، ما تستخدمش الاختصارات، ما تنفعش كانت ودونت واي ام وذي ار. Don't use abbreviated words لأساب as soon as possible ولا lol ولا don't use imperative، ما تستخدمش الأوردر، ما تقولوش stop ولا go ahead، ما تحاولش تحشر نفسك في الحوار في الفورم الأصلي. هناك بقى استخدم اللي انت عايزه، you can use contraction, abbreviated words و imperative عادي. في الconclusion أو في السign off في الإنهاء ممكن تقول له regards أو with regards، yours sincerely, thank you, your faithfully صديقك المخلص، وأطيب التمنيات اللي هي best wishes. هناك في الانفورمال ممكن استخدم باي وسي يو ليتر وتوك تو يو ليتر. لو كتبنا اسم مثلا هنا ايميل مثلا، قلت مثلا احمد دوت هايدر ات ياهو مثلا دوت كوم، ده ايميل افتراضي. يقول لك الجزء اللي بيسبق ات بنسميه في عنوان البريد الالكتروني بنسميه اليوزر نيم، يعني احمد دوت هايدر ديت ده اليوزر نيم. طيب الجزء اللي بيجي بعد ات بنسميه الدومين نيم، يعني اللي بعد ات اللي هو ياهو دوت كوم ده الدومين، اسم السايت اللي انت عامل عليه الايميل. ومعلومه مهمه جدا ارجوك ما تنساهاش، عشان انت اصلا مش عارف يعني كنت عايش ازاي من غيرها. لفتح البريد الالكتروني بنحتاج اليوزر نيم ونحتاج الباسورد، معلومه واو ما شاء الله عليهم يعني. تعالى ده بالنسبه للايميل، تعالى نحل عليه على طول. يلا جهز قلمك، موجود عندك في شيتك الشيت فاضي لو عايز تحل فيه، وفي الشيت بالحل بتاعه دايما كل مره هفكرك عشان لو حابب تحل من نفسك. يلا يا مستر تعال نبدا مع بعض على طول. space is used to separate the two parts of an email، بنفصل الدومين نيم عن اليوزر نيم بمين؟ بكلمه ات. نمبر اي to sign into your email you need to user name and your، محتاج اليوزر نيم واكيد الباسورد. We type the email address of the recipient، recipient المستلم، in the space line، اسم المستلم بنكتبه فين؟ في from ولا to؟ أيوة to، لأنك هترسل إليه. We type the email address of the sender، في sender الراسل، إيميلك أنت، from line، تمام مظبوط. We type the topic of the email in the space line، topic بتكتب فين؟ في subject line، وإن يبقى صغير، ما يبقاش جملة كاملة. Number 6 you can use a space to end a formal business email. الفورمال هيستخدم مين؟ ممكن استخدم yours sincerely و use yours faithfully، لكن باي لا عشان دوت informal، فالانسر هتبقى A and B. The E in the email represents the word، كلمة E هنا حرف الE أكيد بيعبر على electronic mail،
مش electric mail يعني الايميل الكهربائي اكيد لا. طيب يا مستر, if you end your email with yours sincerely, قفلت بيور sincerely يعني ده formal email, you have opened it with الformal email, هبدأه بمين يا مستر هنا؟ الformal email هيبقى أول واحدة أكيد dear mister, أكيد مش هبتدي formal email بديل ماما, مش هكلم أبعت لماما formal email يا مستر. طيب number 9, none of the following URL is valid email address, عايزين email address, email address ما بقاش سايت كامل يعني مش اقوله www فكل دول ديت سايت, احنا عايزين الايميل ادرس هتبقى نمبر دي. The second, in a formal email we use a space if we don't know the addressee, addressee معناها المخاطب, لو انت مش عارف اسمه بتبدا ب dear sir and madam, dear sir and madam. The second mister, question number 11, an email attachment can be, الايميل attachment ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى digital photo فعلا والديجيتال دوكمنت, تمام, فالانسر هتبقى A and B. Don't send an email until you, ما تبعتش غير لما تكون خلصت مين في دول, made sure you have the correct email address, تمام, reread the email and correct the errors, تمام, made sure that your message will not make anyone bad, تمام, يبقى all of the above. 13, the part of an email message that contains the address of the sender and recipient, اللي فيها الادرس والسندر بنسميها ايه؟ ايوه بنسميها الهيدر, يبقى الهيدر هو الاساسي, هو الانترودكشن الاولاني اللي هي في تو وفروم وال سبجكت لاين. The second, which is the following best, closes a formal email, بتقفل الفورمال ايميل بمين؟ بتقفله بيورس faithfully. 15, you can find the space mail in the inbox, في الانبوكس هتلاقي فين؟ هتلاقي received, الايميل اللي وصلت لك يا مستر. طبعا التراش هي البان بتاعتك اللي هي الباسكت يعني. 16, hour and space can be included with an email, ممكن تحط في الايميل A, ممكن تحط في A, ايوه attachment, هتقول لي مش SMS, SMS دي رسالة نفسها. 17, the space of the first part of an email address before at, قبل at بتكتب A, ايوه بتكتب اليوزر نيم. 18, the space of the second part of the email address after at, after at بتكتب domain name يمستر. بعد كده هنروح على CV بتاعتك, CV الكريكولم فيتاي, دي من زيادات المعاصر هتاخدها بشكل سريع برضو بحيث انك تعرف كل الموجود عندك. بيقول لك important definition, CV stands for curriculum vitae, a short written document that lists your education and previous jobs which send to employers, صاحب العمل, when you are looking for a job, بتبعت لهم الكلام ده. بتعمل فيها ايه؟ بتعمل فيها summarizing your qualification, skills, experience و bring successfully to show your abilities و potential employers, بتدعم فيها نفسك ومؤهلاتك بحيث تبعتها لصاحب العمل عشان يشغلك. What's the difference between CV and resume? Resume كلمة French, ممكن أحط أكسو في الإيلة الأولانية والتانية, resume. بيقول لك in Europe and most countries, في أوروبا وكل الدول الاثنين واحد تقريبا, the two are used interchangeably, الاثنين having the same meaning, لكن في USA and Canada في اختلاف. بيقول لهم a resume is one page, في كندا وأمريكا هي عبارة عن one page or two بالكتير يعني, summary of your work experience and background prepared for the job you are applying to. يعني في أمريكا بالنسبة لهم resume أقل من CV, بتبقى ورقتين بالكتير, CV بتبقى أكتر, كلام ده في أمريكا وكندا, في أمريكا الشمالية طبعا, دول أمريكا الشمالية الاثنين, لكن بيت العالم CV وresume الاثنين واحد. وبيقول لك CV is academic diary that includes your experience, qualification, skills. It's longer than a resume. يبقى CV تبقى أكبر من resume هناك عنده. إرشادات خاصة بكتابة CV, عشان تكتب CV بتكتب إيه؟ بتستخدم طبعاً use a black, easy to read font. بتستخدم palette اللي هي dots 1, 2, 3, 4. ده السميل للpalette. Then keep a tone formal. لازم تبقى formal. Have a strong headings. A lot of white space, ما بتبقاش مكربسها كلها في مكان واحد. We keep your CV to one or two pages, خليها صغيرة برضو مش كبيرة. طب إيه اللي تتجنبه؟ Avoid abbreviation with slang وjargon, الكلمات اللي هي الخاصة بالمهن نفسها. Avoid photos and images, هي صورتك بس كفاية. Avoid long sentence, ما تكتبش جمل طويلة عشان ما حدش فاضي يقرأ كل الكلام اللي انت كاتبه هناك. ازاي تنسق يا مستر؟ What makes a recruiter find a CV ideal? Recruiter هو الموظف, الامبلوير, هي اللي يخليه يشغلك يعني. Everything is easy to find in the CV, خلي المعلومات واضحة.
the colors, forms and headlines are consistent. تناسق. ما تعملش ميك اب في السي في بتاعتك. All the information is well organized وقسمها كويس. طبعا مش محتاج افكرك ان information uncountable عشان كده اخر is. اقسمها ايه بقى؟ مقسمها هو هنا لست اجزاء. Number one, contact details. معلومات التواصل. Number two, skills. Three, work experience. Four, education او qualification. Five, objective. الوظيفة المطلوبة. وsix هي personal statement اللي هي البروفايل. هنبص عليهم بشكل سريع. اي نعم دي زيارات معاصر. بس معلش بص عليها بشكل سريع. سؤال زي كده جه السنه اللي فاتت سؤال ليهم بس عشان جوه اليونتس نفسها. جوه اليونتس نفسها كان في كلمه سي في من اليونتس. كان قسم خاص يونت كامله كانت بتتكلم هاو تو ميك يور سي في اصلا ايام المنهج القديم بتاع السنه اللي فاتت. بص يا مستر. نمبر 1 كونتاكت ديتيل سيلكشن. الكونتاكت اكيد بتكتب فيها معلوماتك. بتكتب فيها ايه؟ ان ذا توب ليفت اوف ذا كورنر فيرست بيج اوف ذا سي في. الاجزاء الضروريه فيها first and last name, البوستال ادرس, الفون نمبر والايميل ادرس. حاجات اوبشنال ممكن تكتبها بروفيشنال ويب سايت لو عندك بلوج او ويب سايت, يوتيوب شانل لو عندك يوتيوب شانل. وتاكد انك تعمل ايه, يور ايميل ادرس از وركينج ابروبريت عشان لما حد يبعت لك ما يبقاش فن يعني ما تكتبلوش مثلا لولو ات ايميل او ات ياهو مثلا. بلاش لولو وميمي والناس ديت, خليها حاجه فورمال يعني زي سنجل بيرد الطائر الحزين. ماشي يا مستر. نمبر 2 your phone voicemail message only gives your name and request to the caller to leave a message. بعد كده بتدي له كل معلوماتك التفصيليه اللي انت محتاجه يعرفها مش اكتر. remember that your date of birth is not necessary. خصوصا طبعا مع السيدات يعني ما بيحبوش يقولوا له date of birth. ومديك مثال اهو, اسمه العنوان بتاعه ورقم تليفونه والايميل بتاعه والاكونت بتاعه على تويتر. The second, number two, skills section, قسم المهارات. السكيلز دي بيقسمها لاثنين, hard skills و soft skills. hard skills اللي هي المهارات الفنية اللي يقدر يتكلم بيها, اللغات والحاجات اللي يستخدمها. soft skills مهاراته الشخصية بقى, ودود واجتماعي والناس دي. السكيلز أول واحدة hard skills زي مين يا مستر؟ مديك أهو a driver's license ومع language ومع computer skills, حاجات تقدر تمسكها في إيدك مادية. soft skills بقى مهاراته ال common skills أو ال personal skills, leadership و teamwork و communication skills و problem solving, working ethics أخلاقيات العمل و flexibility و adaptability قابل للتكيف. وأكيد عارف الجملة اللي كلنا حافظينها I can work under pressure, بيشتغل تحت ضغط. ومديك مثال عليها على technical skills و personal skills قدامك. number 3 كانت work experience section, قسم الخبرات العملية. ده بقى الموضوع المهم. بتكتب فيها ايه؟ بتكتب فيها الاماكن اللي انت اشتغلت فيها, work experience, experience work history و employment experience. بس بيقولك بترتبها بترتيب زمن عكسي, the last first, يعني اخر حاجة اشتغلتها الاول, من دلوقتي لبعدين. يعني السنة دي كنت شغال فين والسنة اللي فاتت كنت شغال فين, من دلوقتي لغاية بعدين يا مستر. طيب بيقولك your work history needs to include, لازم the name of the employer صاحب العمل, the job title جهة العمل يعني سواء شركة أو اسمه, the job title كنت شغال إيه هناك, where the job was طبيعة العمل كانت إيه, و start date and end date at إيه. مديك gaps in your work history, فترات كده لم تعمل خلالها, لو أنت ما اشتغلتهاش ممكن تكتب كده. ولو في أي إنجازات برضو تاني اكتبها في الجزء دوت. بيقولك don't forget to use strong action verbs describe your work history. استخدم adjective و verbs كده كويسة زي manage و demonstrate و lead و develop تقدر تشجعك. بديك مثال اهو, في سنة كذا اشتغلت في كذا وسنة كذا اشتغلت في كذا. number 4 education and qualification section, تعليمك اتعلمت ايه. ملاحظ انا بشتغل من عد عكسي يعني من دلوقتي لزمان, رجعت للشغل القديم وبعد الشغل القديم رجعت لتعليمي اساسا. اتخرجت من فين؟ بتكتب فيها you can include university level certificate و diplomat اللي انت اخدتها, micro credentials and short work related اجزاء صغيرة شهادات مصغرة لو في شهادات خبرة او كده, work based training تدريب العملي, professional development courses الكورسات اللي خدتها, وكذلك workshops الحضارات المؤتمرات اللي انت عملتها وورش العمل. وبعد كده عندك الاونلاين كورسز لو كنت اخدت اونلاين كورس. format of qualification section, صياغة المؤهلات التعليمية. بيقولك place the most recent and the most qualification first, حط المؤهلات الاكثر اهمية في البداية. يعني انت لو رايح تشتغل في مجال الاي تي حط المعلومات الخاصة بيها في البداية. name the course and qualification بالذات لو كورس مهم. name the course provider اللي ادالك. start and finish the date of training study
as you the year you graduated. وحط التواريخ كأنها مثبتة بالظبط. مديك مثال عليها اهو، في سنة كذا أخدت كورس كذا، وفي سنة كذا أخدت كورس كذا. نمبر 5، ملاحظ ان بجري معاك شويه عشان الكلام ده ديتيلز، معلومات اعرفها بس ما تاخدش في تفاصيلها كتير. نمبر 5، اوبجكتيف سيكشن، قسم الوظيفه المطلوبه، انت عايز تشتغل ايه هنا يا مستر؟ ان اوبجكتيف جيفز بريف ديتيلز اباوت ذا تايب اوف ورك اند رول يو وود لايك اند ذا اندستري يو وونت ورك ان. انت جاي هنا عشان تشتغل ايه؟ بتكتبها تحت كلمه اوبجكتيف، لوكينج فور ا فول تايم جوب از ان الكترونيك انجينير. You like note the objective is optional in a CV and is inserted under your contact details. ممكن تحط هناك بعد ال contact details. Number 6, the personal statement, the profile or summary section. قسم النبذة الشخصية عنك. بتكتب فيها ايه؟ A personal statement gives the employer an idea of who you are in 3 or 4 sentences. انت مين؟ ممكن تلخص نفسك في 3-4 جمل. وفيها برضو بتركز على صفاتك الشخصية الموجودة عندك. Highlight your key attributes. Keep your CV personal statement short and snappy. خليها كده قصيرة وسريعة، ما تطولش كتير بحيث الناس تفهمك في وقت قليل. و a CV personal statement acts as a preface to the CV، كأنها بداية CV بتاعتك. What can be included in the personal statement؟ ممكن تكتب ايه؟ What's you're currently doing for employment or education؟ بتشغل ايه دلوقتي؟ What attracted you to the job؟ ايه اللي جابك الوظيفة ديت؟ Your reason for applying for the job؟ عايز تشتغلها ليه؟ وفي الاخر your career goals. مديك مثال عليها هو personal statement، انا مين وشغال ايه وعملت ايه، دي بنسميها ال personal statement. دي الاجزاء الخاصة بالسي في. جزء بقى في السي في تاني اسمه الكفر letter، ده ممكن تضيفه عليهم. الكفر letter دوت بيشتغل كأنه cover للسي في بتاعك، يعني قبل ما تفتح السي في بتاعك ممكن ابص على الكفر، الكفر ده فيه معلومات بسيطة عندك، وده إلزامي. بعض الناس بتكتبه، مش إلزامي يعني، بعض الناس بتكتبه بعض الناس لا. A cover letter أو application letter دوت إيه؟ برضو من زيارات المعاصر برضو عرفه. A cover letter is a type of business letter، نوع من البيزنس letter، is one page document that you submit as a part of your job application along with the CV. زي ما بتبعتهم السي في بتبعتهم cover letter كده من برة، في ملخص اللي انت عايز تقوله في السي في بتاعك يا مستر. طيب بيقول لك the purpose of the cover letter is to introduce you and summarize your professional background in brief. On average your cover letter should be from 25 to 400 words long. بيقول لك to a good cover letter can attract the HR human resources managers interest and get them to read your CV. بيخليهم يقروا CV لان الكفر بتاعها كويس. A bad cover letter, on the other hand, might mean that your application is going directly to the paper shredder. هيرموه لو ما كانش كويس الكفر بتاعك، زي ما بيقول كده الباب بيبان أو البيت بيبان من بابه أو بيبان من عنوانه يعني. So make sure this doesn't happen. It's essential to know how to write a convincing cover letter. من الموضوع أنك لازم تكتب خطاب العمل كويس يا مستر. بعد إذنك تعال نحل على CV على طول. يلا جهز شيتك او جهز ورقتك او جهز الكتاب بتاعك لو معاك كتاب عشان نبدا نحل معاك. يلا اتفضل. نمبر 1، in a CV personal contact details are written. البيرسونال كونتاكت بتتكتب فين؟ لسه قرينا حالا at the top في البدايه مستر. Then in the education section of a CV في الeducation you list all places of study and all relevant. بتحط فيها كل ايه؟ كل مؤهلاتك qualifications. Number 3, a resume or CV mainly includes personal details, education and work history. Work history بتاعتك. Number 4, an application cover. An application cover letter بيعمل ايه؟ Cover letter بيعمل ايه؟ Description ولا summary ولا more than a statement ولا warning. اكيد طبعا a description of your main strength. نقاط قوتك. That's number 8. Then number 5 مستر. On a CV on a CV I include my personal profile too. بحط البروفايل بتاعي ليه؟ فكر فيها كده بسرعة. يلا I include my personal profile to mean to tell the recruit about the role I can play ولا tell the recruiter about my family ولا provide a brief introduction to my experience. أيوة فعلا provide a brief introduction to my experience مستر في البروفايل بتاعك. CV stands for عرفها واحفظها كويس جدا. It's curriculum vitae. That's number C.
7 يا مستر. The work experience section of CV includes the work experience في أي مين في دول؟ في الكمباني اللي انت اشتغلت فيها واللوكيشن، تمام. في your job title مظبوط، وفي date of employment، كل ده موجود عندك في الwork section أو الwork experience section. That's number D, A, B, and C. 8 يا مستر. In a CV, the future employer can get reference about the applicant from الامبلوير، صاحب العمل أو جهة العمل بتاعتك هتعرف من فين؟ The applicant previous employer, the applicant's future employer أكيد لأ. The applicant's wife أكيد مش هيتصلوا بزوجة حضرتك عشان يعرفوا معلومات عنك، هيعرفوا من الشركة اللي قبلهم أو جهة العمل اللي قبلهم. That's number A. سؤال مضحك ما شاء الله. Number 9. The personal details، المعلومات الشخصية section includes. Includes مين في دول يا مستر؟ مين في دول؟ المعلومات الشخصية names of interest أكيد لأ. Name and address. Once a space should never be included on a CV. مين تحت اللي ما ينفعش تحطها في السي في بتاعك؟ اكيد عيوبك، وعيوبك يعني demerits. The applicant's space is written at the very top of your CV. في بداية الكلام خالص اول السي في بتكتب ايه؟ اكيد بتكتب النيم بتاعك. A good CV is supposed to get you a space. السي في هتجيب لك ايه؟ هتجيب لك عروسة؟ A good wife؟ اكيد لا مستر. ولا هتجيب لك جايزة؟ اكيد لا. هتجيب لك مين في دول؟ هجيب لك job interview، هيتصلوا بيك ويقول لك تعال عايزين نقابلك بعد ما قرينا السي في بتاعك. 13 is usually included in a CV. مين تحت بتكتب في السي في بتاعتك يا مستر؟ بتكتب فيها primary، المدرسة الابتدائية؟ لا. بتكتب فيها university؟ ايوه. البي اتش دي عقبالك ان شاء الله لما تعمل دكتوراه، يبقى B and C. 14 you list all your jobs starting with your space last in the work experience. بتبدأ من الاخر للاول، من الاخر للاول، يبقى يا مستر ايوه first last او last first، من اخر حاجه اشتغلتها لبدايه حاجات اشتغلتها. اتفضل. question number 15. an applicant always touches a space او attaches a space to a CV. بيدرج معاها ايه؟ السي في بيحطها في كفر، والكفر اسمه كفر ليتر يا مستر. 16 is written on the very top of the CV. مين تحت بيتكتب في الفيري توب؟ اكيد النيم بتاعك محمد عمر. 17 is or are included in a CV objective or personal profile. في personal profile or objective بتكتب فيهم ايه؟ your goal and ambition، تمام. work experience مظبوط، و most important achievement صح، كل ده صح. A, B and C. resume is used instead of space CV in space English. فين؟ ايوه مستر، في American English. هتقولي ليه مش Canadian؟ في دولة كندا، احنا عايزين American English مستر. In a CV, previous jobs are arranged in a space order. الجوبس من الأجدد للأقدم، يبقى newest to oldest. 20. A CV should be typed in. هتكتبها بلون إيه؟ أكيد مش أحمر، هتكتبها بلاك. In addition to work experience, your space make your CV strong. أكيد مين؟ مين تحت؟ إنجازاتك، وإنجازاتك يعني achievements. بشكل سريع هنكمل الباقي. هو في المعاصر مديك زيادات برضو عايز اخدها كلها بحيث انك تكون غطيت كل حاجة. بيكلمك هنا preparing a speech, how to give a speech, how to prepare for a speech، كلمة، والكلمة هنا يبقى oral، بالكلام يعني مش بالكتابة. What's a speech? A speech is a simply an official verbal presentation to achieve a certain goal. الخطبة تبقى ايه؟ aim of making a speech is to convince your audience and concentrate on your ideas and pay attention to your subject. بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بالتعريف بنفسك، introduce yourself and what you want to say about something. بتعرف الناس أنا عايز أتكلم في إيه واسمك الكامل، وفي نفس الوقت بتبقى polite. Try to be polite. Starting a speech to an audience who know you. لو الناس تعرفك بقى بتعمل إيه؟ بتتكلم يعني your language can be more casual لو معرفينك. Connect with them more affectionately by using the language they would usually use. استخدم نفس لغتهم بما إنك عارفهم. بعد كده number 2 make a catchy opening statement اللي هي الهوك، خليها جذابة شوية، ممكن تعتمد على الأسلوب البلاغي حبتين. Start with a rhetorical question، نفس اللي سألينه حالا اهو، ابدأ ب يعني question بلاغي شوية كجذب الانتباه للناس بحيث انها تسمعك. Start with a surprising statement، ممكن تبدأ بsurprising، جملة بتنطوي على مفاجأة بالنسبة لهم، أو ممكن تبدأ بquotation. Start with a famous quotation. كل ده في البدايات.
بعد كده the structure of the speech، الخطبة عبارة عن إيه؟ نفس الرايتنج بس المرة دي بس بالبق مش بالقلم بقى. One introduction، two البدي، وthree الconclusion برضو. دي زيادات المعاصر بس عرفها بشكل سريع عشان كده بجري فيها بسرعة. The introduction بتبدأ بجملة افتتاحية زي ما قلت لك بتجذب انتباههم، grab their attention. Number two البدي بتاعك أنت عايز تقول لهم إيه، وdivide this main body into ideas وتناقشهم فيها، discuss each idea in a separate body part. وفي الآخر بتختم كلامك the conclusion. A good conclusion takes everything you said in a speech and summing it up. بديك إرشادات كويسة هنا، use clear language, short statement, pause after each statement، وقف عند كل جملة بحيث أنك تاخد نفسك وتفكر في اللي بعدها، focus on the topic right in front of the first person، أو اتكلم هنا أو اكتبها حتى بالكتابة بكأنك بتقول I لأنك أنت عايز تبرز نفسك في الحوار. Use personal details and as dots اللي هي الشخصيات أو الحكايات as dots. Then use emotive language لغة عاطفية، use figurative language لغة رمزية، use contrast استخدم التباين يا مستر. تعال نحل على طول على the speech preparing a speech الخطبة سواء اللي انت حضرتها كتابيا أو هتقولها بقك يا مستر. يلا تفضل. سرعة number one. A speech is a formal space presentation. The speech تبقى oral، فoral يعني verbal. A well-prepared speech مفروض تبقى تعمل مين في دول؟ Convince the audience to concentrate صح. Make your audience pay attention مظبوط. Convince your audience to concentrate صح. All of them. بس خلي بالك. Convince your audience to concentrate on your appearance. احنا غلطنا فيها عملناها صح. رجع لها تاني كده بعد اذنك. ما كملناش للاخر. مش عايز يركزوا على appearance مستر. عشان كده الانسر هتبقى B and C. You start an official speech by بتبدأ السبيتش بتاعك بمين يا مستر؟ The body أكيد لأ. Introducing yourself أيوة يا مستر صح. Conclude your speech لأ. Introduce your audience لأ أكيد مش عارف الناس ببعضها يعني. Number four. When your audience is your colleagues at work then you لو هما أصدقائك في العمل استخدم لغة informal معهم عشان أنت عارفهم. عشان كده can be أو can use informal language ممكن تستخدم معهم informal. في number B بيقول لك must be very informal لكن لا يعني مش هتستخدم لغة سوقية يعني. Number 5. Which of the following is not a technique for making a catchy مين تحت ان ما ينفعش تستخدمه عشان تبقى catchy catchy statement تبدأ بيها. Starting with a famous question اكيد لا لانه famous question محدش هيركز معاك في الاجابة هي اول واحدة فعلا. At the beginning of a speech, a space question is one that makes your audience think. أكيد سؤال بلاغي. Rhetorical question. 7. Which of the following is a good example of a rhetorical question at the beginning of a speech? مين تحت good example? I talk to you about the importance of taking coronavirus vaccine. Why? Simply to keep the pandemic under control. والله شغال بس بص على الباقي. Can you kindly tell me your names? لا طبعا. If you don't listen to my talk when then we have why have you attended? أكيد لا أنت كده تخش في خناقة مع الناس. Where has each of you come from my dear audience? أكيد لا مش هتعرف عليهم هي أول واحدة سؤال بلاغي مالكش دعوة بتفاصيل حياة الناس. Number 8. The introduction of an essay is not different that from that of a speech in that الاثنين مشتركين في الاسي والسبيتش مشتركين في ايه؟ ايه الاشتراك بينهم يا مستر؟ The introduction of an essay starts with a hook. The introduction of a speech starts with saying who you are. They both should be catchy. ايوه فعلا they both should be catchy. The main difference between an essay and speech. ايه الفرق بين السبيتش والاسي؟ واحد بتكتب والتاني بيتقال. يبقى the essay is written while the speech is verbal. هروح على making presentation. Making presentation جميل جدا برضو من ضمن الحاجات اللي مزودها المعاصر. How to make a presentation. اعرف بس ان البرزنتيشن الترجمة بتاعتها عرض تقديمي. هو ايه العرض التقديمي دوت؟ is a speech or talk which a new with a new product or which a new product idea or piece of work is shown explained or an audience. طبعا عن طريق برنامج الباوربوينت او اي عرض تقديمي ممكن تستخدمه. برضو important techniques for making a presentation rhetorical question برضو تبدأ بي سؤال بلاغي تبدأ بيها يعني. Comparing things تبدأ تقارن الحاجة بأشياءها وتستخدم الـ graphs والdiagrams.
pausing a few seconds. اقف كده few seconds قبل ما تقول اي شيء، بالذات لو حاجه مهمه علشان الناس تدي لك انتباه. telling a story، الناس بتعشق القصص، فمجرد ما بتحكي بتجذب انتباههم وبيكملوا عايزين يعرفوا نهايه القصه ايه. using visual aids، استخدام المؤثرات البصريه يا مستر، بالذات بقى الصوتيه والبصر وكل الاشياء دي كلها ممكن تستخدمها. مديك tips for preparing a presentation، limit your presentation to one main idea، اتكلم عن فكره واحده ما تتوسعش. remember that audience is there for your presentation، الناس جايه عشان تسمعك. introduce your audience to your accents، intentionally speaking slowly in the beginning is not good practice but a good technique to allow the audience to get used to your accent، يعني عود الناس على اسلوبك، ما تسرعش في الكلام وفي نفس الوقت برضو ما تبطئش غير لما تكون قاصد عايز تجذب انتباه. العب بتون صوتك زي ما كنا بنشرح في الستوري لو فاكرين. use languages your audience can understand to deliver your idea، وهي دي البلاغه لو درستها في العربي كانوا بيعرفوها انها مراعاه الكلام لمقتضى الحال، يعني الناس لو نزلت في الشارع اتكلمت مع الناس كلام بلاغي هم مش فاهمينه وانت مش بليغ لانك ما راعيتش مقتضى حالهم. speak spark curiosity in your audience، خليهم يبقوا فضولين عايزين يفهموا منك ويسمعوا منك اكتر واكتر. present data visually، اعتمد على الاشكال المرئيه برضو في عرض الصور. و practice your presentation over and over again، وقبل ما تروح تعمل presentation اقف قدام المرايه كده ومارسها اكتر من مره. في حاجه ممكن ازودها انا معايا برضو، حاول تحدد نفسك بالتايم عشان التايم ما يجريش منك. تعال نحل على presentation. you start an official presentation by، بتبدا بمين؟ اكيد بتبدا لا بالبادي ولا بالكلوزنج ولا بالاودينس، اكيد بتبدا بانتروديوسينج يور سيلف. Number two, a good presentation space. A good presentation بتعمل ايه؟ convince your audience about your appearance. لا مش هنوقع فيها تاني هو. makes your audience pay no attention to your subject. اكيد لا. واخيرا convince your audience to concentrate and get your idea. صح يا مستر، هي number C. a presentation is a space talk. presentation عبارة عن كلام، والكلام يعني verbal talk. a space question is one that presenter doesn't expect to get an answer to. سؤال بلاغي الناس مش متوقعاه ومش قادرة ترد عليه. rhetorical question. number five, or an is a speech or talk in which a new product, idea or piece of work is shown and explained to an audience. ده تعريف مين يا مستر؟ تعريف ال presentation. at the beginning of a presentation, a space question is one that makes your audience think. أكيد أخذنا أكثر من مرة rhetorical question. then the part of a presentation in which you say who you are is called. بتعرف نفسك فين؟ بتعرف نفسك في ال introduction. which of the following is not a technique for making a presentation. ما هوش technique starting with a famous question. ايوه فعلا يا مستر، ما هوش technique من ضمنه. نفس الاسئله اللي جات لك في السبيتش فوق لو تفتكر. which of the following best raises the audience curiosity. بتثير فضول الناس عن طريق ايه؟ عن طريق rhetorical question. ايوه comparison مش قوي لانها الداتا عاديه. pausing for a few seconds. ايوه اقف فعلا وهيبصوا عليك، يبقى A and C. وكذلك لو في تون، لو في تون بتاع صوتك ممكن يتغير. The second question، question number 10. In a presentation it's better to present data. data في البرزنتيشن تبقى visual يا مستر. The main difference between an essay and a presentation is that. الفرق بين الاسي والبرزنتيشن، واحدة فيهم بتتكلم والتانية بتتكتب. نفس الكويشن اللي جالك من شوية أو بسيط كده هتبقى number C. The essay is written while a presentation is merely verb. 12. That's exactly like sailing a huge ship in a small canal. Which presentation technique is employed in this sentence? بيعمل like يعني بيعمل تشبيه، وتشبيه يعني مقارنة، ومقارنة يعني comparison. من ضمن زيارات المعاصر برضو الستوري والريبورت. How to make a new story and report. الستوري والريبورت التقارير خاصة يا مستر. Tips for writing a news story. طبعا news Uncountable بتاخد is ازاي تكتب a news present a view which is objective، لازم تبقى موضوعي. include the key facts and make sure you check them، لازم تدي خبر متأكد منه. how to avoid prejudice، try to avoid any prejudice، ما تبقاش متحيز، ما تبقاش biased. don't include information that's not accurate، يعني المعلومات ما ينفعش تبقى inaccurate غير دقيقة. be careful not to include confusing figures، ما تحطش ارقام تحير الناس. interview people involved to get different opinion، خد اراء الناس المعنيين بالحوار.
بعد كده steps of writing a good news story. ازاي تكتب خبر مهم؟ اول حاجة number one, choose a recent newsworthy event or topic. تكلم عن موضوع مثير للاهتمام, موضوع catchy يعني كده كويس وتتكلم فيه. number two, interview the right people, اللي هو الويتنس, الشهود اللي تقدر يفيدوك في الحوار. number three, answer the five W, اللي هو the W question, who, where, when, والناس ديت مدهم لك اهو, the why, how, what, when, كل ده ممكن تستخدمه, حصلت امتى وفين وايه اللي حصل معاهم. ومديك هنا حاجة جميلة جدا اسمها lead, lead L-E-D-E او lead الverb L-E-A-D. بيقول لك the first sentence or paragraph of a news story giving the most important points of the story. ديت the first sentence او paragraph في news story, هي الجملة الافتتاحية اللي بتعمل بيها catching لكل الناس اللي بتسمعك, بحيث ان كل الناس تركز معك. جملة افتتاحية بترميها بتاخد بيها كل الناس, تعتبر زي الهوك كده. The first sentence or paragraph of a new story giving the most important point of the story. مجرد جملة في البداية بتقولها بتكسب بيها انتباه الناس وبتعرفهم على المجمل اللي هتقوله. بعد كده, what is the inverted pyramid format in writing an essay? ايه هو نظام الهرم المقلوب في كتابة الموضوع الاخباري؟ مديك مهمة, هو بيقول لك it means that the most important information goes at the top, the rest is mentioned and the remaining part. لما بتيجي تكتب موضوع بتقول الحاجات المهمة في البداية, بعد كده بترحل الكلام الغير مهم في الآخر, كأنك بترسم الهرم المقلوب بالضبط. Why do we apply the inverted pyramids format in writing a new story? ليه بتطبق النظام دوت؟ بيقول لك we do it for two reasons. Number one, readers have limited time. الناس مش ما عندهاش وقت كبير تقعد تبذله معاك او تقعد تضيعه معاك, هم عايزين الخلاصة مرة واحدة يعني. طيب بعد كده number two, this format allows editors to shorten stories quickly if needed. بيخلي المحررين يختصروا الموضوع لانك قلت الحاجات المهمة في البداية. بعد كده من ضمن الستبس برضو بيقول لك insert quotations, حاول تجيب اقتباسات وكلام الشهود. Number five, proofread your new story before publication. حاول بتدقيق, حاول تدقق شوية وحاول تراجع كل الكلام اللي انت هتقوله قبل ما تنشره, علشان الكلام ده هيبقى محسوب عليك يا مستر. بعد كده بيقولك important terminology, مصطلحات هامة جدا لازم تبص عليها. بص عليها كويس يلا. مصطلحات في غاية الأهمية بنستخدمها في الصحافة يعني. أول واحد فيهم كلمة news, خبر أو أخبار, عرفناها uncountable, بتاخد إز على طول. لو اداني خبرين, he gave me two pieces of news. بيقول لك news is up to date noteworthy information, معلومات جديرة, حديثة جديرة بالملاحظة. number two, كلمة quotation, in a news report a quotation is a part of a dialogue that has quotation marks around it, اقتباس. number three, objective reporting, السرد الموضوعي. Objective reporting is when the writer treats all sides equally and fairly without prejudice. بيتكلم بدون تحيز ولا تعصب. تعال نحل الكويشنز على طول على news stories with reports. Question number one, what is news? الديفينيشن لسه موجود فوق, لو بصيت عليه فوق حالا اهو هتلاقيه number D, up to date worthy information. Number two, the first sentence of a news to a news report is called the first sentence. بنسميها ايه؟ بنسميها lead. لسه قايلنا حالا كلمة بتتضمن فيها المعلومات, ملخص المعلومات, وفي نفس الوقت بتبقى catchy. Number three, the space doesn't belong to a news story. مين تحت مش من ضمن news story؟ عندنا quotation من ضمنها و WH من ضمنها و W, سواء ال W وال H برضو, وعندنا lead من ضمنها هي الconclusion بس, ما عندناش ختام. A quotation is, تعريف الكوتيشن موجود فوق لو بصيت عليه اهو, لو عايز تحفظه هننزل تحت, لو بصيت عليه هتلاقيه number, انهي واحد فيهم؟ ايوه number A, is part of dialogue that has speech marks marks surrounding it. number 5, a byline او الاوثر, الرايتر يعني, مين تحت معناها الرايتر؟ بتكتب في لاين كده اسمه byline يا مستر, هيطلع لك مين تحت بتعبر عن الرايتر؟ that's number B, the name of the person who wrote the article. 6, the lead paragraph او lead paragraph, lead قدام حضرتك مين؟ it's a dialogue has speech marks, لا مش dialogue, the name of the person, لا another name for the headline, لا which one, ايوه explains who, what, where, when, why, how.
The second question, question number 7, which of the following is the order of a news report? A news report ليها order معين. الاوردر بتاعها مين؟ بناء على اللي انت فهمته هيطلع لك اول واحد الهيدنج، يعني لو ما فيهوش هيدنج مش معاك. الهيد لاين الاولاني، بعد كده باي لاين وبليس لاين، ليد باراجراف اند بادي باراجراف. الاجابه هتبقى نمبر بي واحفظها بعد اذنك. الهيد لاين والباي لاين، البليس والليد باراجراف والبادي باراجرافز. مش محتاجين كونكلوجن زي ما انت شفت. نمبر 8، اني يوز report should have specific names, dates and time. طبعا صح. Only second heading لا. Only the name لا. Information that's extra لا. News reports have مين تحت؟ Important quotes موجودة. Shorter paragraphs ممكن تبقى موجودة برضو. Concise sentence موجودة. تبقى all of them. Online learning in the Corona era. This is a space of a news story. ده يعتبر ايه تحت؟ يعتبر عنوان، يعني headline. This is a start. دي البداية. Said Mr. Ayman. المعاصر will provide everything needed for our teacher and students. This extract belongs to a space of a new story. ده جزء من فين a new story؟ دي أكتر من sentence. معنى كده هتلاقيه في البادي. يبقى body paragraph. The internet brings the world home. This is a space of a news story. يعتبر title، يعتبر عنوان، يبقى headline. 13. In a news story, the source of quotation is... الكوتيشن بيبقى ايه؟ Other news reports؟ لا. The writer's imagination؟ خيال الكاتب طبعا لا. Headline ما هوش عنوان. وفي الآخر interviews with witness. بياخد كلام الشهود كأنه اقتباس. بيحطه between quotation marks. 14 يا مستر. The space is a style of journalistic writing that allows you to include the least important details at the bottom of the article. ده بتسميه فين؟ أيوة، بتسميه الهرم المقلوب اللي هو inverted pyramid. 15. In a news story, a writer needs to avoid a understandable language. لا، ده لازم يتمسك بيها. Concise writing. لا، لازم يبقى concise. Short sentence. لازم تبقى short sentence في الانسر. لازم يتجنب long complicated sentence أو paragraphs. 16. As a news reporter, لو أنت مراسل صحفي, it's important to be accurate as possible. طبعا صح. Use figurative language. لا, أنت مش شاعر حضرتك ولا أديب. Write down every word a source says. مش قوي برضو, مش لازم every word اللي أنت عايز بس. Always include your opinion. لا طبعا, أنت عايز الخبر زي ما هو. لازم تبقى أصلا neutral, محايد أو unbiased. 17. Reporting means that the reporter should treat all sides equally and fairly. أيوة, objective, الحياد, عدم الانحياز يعني. The inverted pyramid style works best for, بيشتغل مع الستوريز, عشان كده اخترناها news stories. 19. مستر يلا. Why is the inverted pyramid a good style to follow for news stories? ليه بيتبعوا ال inverted pyramids? Most important information come higher up in the story. فعلا ده صح. الحاجات المهمة بتيجي في البداية, وده معنى الهرم المقلوب. Include all the relevant information. لا مش لازم. It helps the editor know where to put the story in a newspaper. كان موجود بس ما يهمناش أكتر من اللي فوق. It makes it difficult for editors to shorten. طبعا لا. 20. In writing stories, short words and short sentences are best as mean. They take less space. No. They are quicker to write and this helps meet deadlines. لا. They make stories clear and easy. صح. احنا عايزين الريدر او الاودينس يفهموا اللي احنا بنقوله في الاخبار. Readers might not be well educated. طبعا ده يعتبر اصلا عيب ان احنا نقول الكلام ده. 21. In a news story about a robbery in a supermarket. A robbery in a supermarket. سرقة في السوبرماركت. Space has priority as a source of accurate information. مين لي الأولوية أن أجيب كلامه؟ بما إن في جريمة, أكيد the police. يبقى the police officer طبعا. A customer who always does the shopping there. لأ. Teacher لأ. و owner of another supermarket. لأ. الأولوية تبقى the police لأن هو عنده معلومات أكتر. هنروح لدرس رائع جدا أو الجزء الأخير منك. الجزء اللي بتفرق بيه بين التابلويد والبروتشيت. تابلويد والبروتشيت يا مستر. جميل جدا الجزء ده, كان موجود عندك في يونت 1 لو تفتكر. مقارنة سريعة بين الاثنين.
عندك التابلويد اللي بيسموها الصحف الصفراء اللي هي الجرايد الصغيره اللي فيها صور كتير، والناحيه الثانيه بول شيت الجرايد الاساسيه الكبيره. بيقول لك التابلويد is smaller than standard newspaper. It focus on less serious content، محتوى اقل في الاهميه. Especially celebrities، بتهتم بالمشاهير. Sports و sensationalist crimes and stories، اخبار الحوادث. لكن الناحيه الثانيه approach sheet is a standard full size newspaper. Takes a serious look at the major news stories، بتهتم بالاخبار الرئيسيه للدوله. A tabloid mixes facts and emotion، فيها حقيقة وعاطفة. لكن ال broadsheet has more facts than emotion، بتهتم بالحقيقة أكتر. A tabloid uses shorter sentence، هناك uses longer sentence. الأولى use biased and emotion language، لغة عاطفية وبتكون منحازة تجاه حد. هناك unbiased و clear language، لغة رسمية formal. Stories and mixed together، stories are mixed، الموضوعات متداخلة. لكن هناك divided clear sections. Uses less complex vocabulary، كلمات بتبقى بسيطة عشان الناس تفهمهم، لكن هنا complicated vocabulary can be used، ممكن استخدمها. نكمل برضو مع tabloid والbroadsheet. في tabloid focus on famous people، المشاهير، private lives، حياتهم الخاصة، وscandals وفضايحهم. لكن البروتشيت focus on major national and international events، الأحداث الوطنية والدولية. في التابلويد use informal chatty language، لغة غير رسمية. لكن هناك use more formal standard language. طبعا المعاصر عمله يمط، هو نفس الفكرة بس واحدة formal والتانية informal. التابلويد depends on exaggeration، بيعتمد على المبالغة، بيأفور شوية. لكن البروتشيت objective، أكثر موضوعية. هننزل نحل مع بعض على الفرق بين الاثنين، التابلويد وال والبروتشيت. الكلام ده موجود عندك في يونت 1 لو بصيت عليهم في يونت 1 في الفوكابلري. نمبر 1، at the top of the tabloid news، at the top of a tabloid news story there is usually، بيحطوا ايه؟ اكيد بيحطوا صور، تبقى فوتو، لان في تابلويد حاجه انفورمال. نمبر 2، report rumors، الاشاعات about celebrities، مين تحت بيهتم بالcelebrities؟ ايوه تابلويد. 3، in a space pictures dominate the whole newspaper، pictures فيها pictures يا مستر، pictures they are often flattering، يبقى tabloid. Then 4، are quality press because their stories contain longer sentence، contain a developed use of vocabulary، لغة منمقة وشيك، أنا بستخدمها أكيد مع البروتشيتس. 5، it's common to use long, complex and detailed sentence in mean، mean بستخدم معها long, complex and detailed sentence. Number 5، أكيد broadsheets. 6، space newspapers use subheadings to break up the text and influence the reader with emotional language، بيعتمد على emotional language، اللغة العاطفية، أكيد هتبقى tabloid. 7، both tabloids and broadsheets are example of، الاثنين نوع من ايه؟ اكيد نوع من الصحافه، والصحافه يعني newspaper. 8، tabloids have snappy headline too، snappy جذابه، catchy يعني، عشان تجذب مين؟ stop the readers from buying، اكيد لا. put up more space on the page، لا. make readers distracted، يشتت القراء، لا. grab their readers attention، فعلا بيجذبوا انتباه القراء. Broadsheets are written using، البروتشيت بتستخدم لغة formal يعني standard English. ونمبر 10، space، طبعا كلمة colloquial معناها اللغة العامية أو السلانج، والأكرونيمز الاختصارات، وكذلك الابريفيشنز اختصارات برضه. نمبر 10، in space stories are biased، منحازة في انحياز، and they use lots of emotive language to draw in the readers، بيستخدموا لغة عاطفية وبيهتموا على الانحياز، أكيد هي التابلويدز. وده كان آخر صفحة عندنا النهاردة للحل. لو رجعنا كده على كل اللي خدناه من الفيرست بيج مستر وطلعنا فوق، في البداية خالص بدأت مع حضرتك بالسكيلز متقسمة لإيه، هرجع لك حالا أهو. كنا قسمناها لبارتس وسبيتش وخدناها من كتاب جينيوس وخلصناها. بعد كده أخدنا البانكتويشن من كتاب المعاصر وخلصناه، وأخدنا الرايتنج برضو من المعاصر وجينيوس مع بعض وخلصنا الاثنين. كده خلصنا كل السكيلز اللي انت حاببها من البداية للآخر، حطينا فيها كل الزيادات اللي انت ما شفتهاش على مدار السنة. اي نعم ما هيش مهمة ولا شفتها انت في الحل في جميع الكتب،
بس معلش في الفاينل ريفيجن لازم تعرف كل شيء عشان تروح الامتحان وانت مطمن. انت كده ما فاتكش اي شيء في السكيلز، الحمد لله معك كل حاجه. الفيديو تقريبا هيكون وصل لك حوالي ساعتين ونص، بس معلش ممكن تسرعه براحتك في الاخر اهو، ربما تكون سرعته اصلا. كل حاجه ليها خاصه بالسكيلز انت درستها من البدايه للنهايه ان شاء الله. حل كتير عليهم وبعت لي لو في اي اسئله. ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيضيع تعبك، باذن الله هتفرح بنجاحك قريب وتميزك، وان شاء الله تدخل كليه انت حاببها. نشوفكم على خير ان شاء الله مع مراجعات قادمه. سلام عليكم.